يو جايز صباح بخير قديري لبس عليكم نهار جديد نهار زوين عاوتاني كما العاده مبروك رمضان الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وحتى اخر نهار في رمضان نبقى نقول لكم ديما مبروك رمضان حتى نهار نقول لكم مبروك العيد الدراري اليوم الشباب شكون اللي معنا السي عبد الرزاق مرحبا بك اخ قرب عندي اخي عبد الرزاق هنا الله يعزك اخي نهار كبير هذا شرف لينا السي لا لا والله الا اخي عبد الرزاق لا شوف كان الغيساني وليد ولي على القصه ديالك قلت له اخي الصاط هذا خصنا نتلاقاو لا الغيساني انت هو كتواضع معنا ما شاء الله اللهم بارك الله الغيساني من المؤسسين ديال الويب تقول لي الغيساني من المؤسسين ديال الويب في المغرب اسمي جا صوت بلادي صاحبي انت عقل على هذا صوت بلادي وقيلا كنتي في تاع الاميغو لا تاع برا كيدخلوا المهم برانيين لا يبارمي الشركات ديالي اللي في السوشيال داري حال لا هانيه فاشل كيجي مورانا لا مزيان مزيان الشباب باش نحطوكم في الكادر سي عبد الرزاق هنايا انا وياه اجي نوريكم الشيء الاخر شنو طاري ما شاء الله انتم الشباب سريضه الشباب هومايا حاطين نعم سيدي الطبيله والقهوه والسي غيساني اجي نرجعو عاوتاني الشباب واحد جوج دقائق ثلاثة دقائق كاع ماكسيموم بين ما يلتحقوا الشباب ونبداو سي عبد الرزاق خيرات تبارك لا خويا الله مبارك انتوما سيدي لا لا والله الا شباب انا الاي كوميرس ما كتعرف عليه والو تبعتك حنا في كلاسيفايد لي زانونس والخدمات حتى انا خير ما في والو في الكلاسيفايد عاوتاني كل واحد والدومين ديالو بلاكس اخي مزيان الواحد يكون متخصص في دومين انا اللي احتاج شي حاجه في الكلاسيفايد غادي نجي عندك باش تاخي شي حاجه في الاي كوميرس هاي جايز شنو شي صوت كتعرفو؟ لا كيعلي كومونتير كتحيدوه لا لا انا ريدي بداو شويه غادي نحيدوه كنت الغيساني قال لك كنت الغيساني هو المدير دوت كوم المدير الدراري اسم على مسمى اللهم بارك المدير الله يحفظ اليوم الشباب لا هو صالح ويكال ما شاء الله الله يحفظك الله يحفظك احنا باقا الدراري واحد الدقيقه ونبداو قول لي يا اخي عبدو نقول لك عبدو انا دابا راحتك شوف صاحبي دابا اكبر سميه كنت كنقولها وانا صغير هي عبد الرزاق مع الدري جارنا اللي عشيري من الروض الطياره الابتدائي عبد الرزاق عبد الرزاق هو عبد الرزاق المتمني صافي عبد يوسفي دابا يوسف قال لك واحد اخر صافي كنعيط له عبدو حنا صغار صافي وليت عبد الرزاق اوتوماتيك تنعيط له عبدو قول لي اخي عبدو شحال فلاش خويا انا 83 يعني ان شاء الله ان شاء الله شوف هذه ما حسبت لاج ديالي يعني شحال 39 سنه اللهم بارك بارك الله اللهم بارك لا لا والله خير بالعكس راه باقي تبارك الله صافي عطيني عام ونوصل الرشد 40 سنه لا 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 باقي احنا مزيان تعرفنا عليه هذا الرشد يعني غيعطيني الفاس تعرفنا عليه صافي زيد 40 مزيان اخي مزيان حنا اخي باقي 33 غيساني 33 ايوب باقي فهمتي ايوب سنان الحليب شحال اخي ايوب لا لا الله يكمل ايوب 22 تمام ليكيفالون تاع 35 تاع الله السوس مار الله يحفظك الله يوفقك قول لي يا اخي عبدو فين تزاديت خويا في الدار البيضاء في بورنازيل حي السدري 04 الاكبر هذيك الساعه كان 04 حنين دابا تا هو باقي حنين دابا نخسروا مع هذوك الناس شنو كيدير الوالد الوالد تاعي نهار خلاقيت وعقل عليه شي فور ديال الطاكسي اللهم بارك شي فور شي فور طاكسي كبير صغير ندير عندي ريتور اوف كومونتينغ طاكسي حمراء وكنا عايشين ب 50 درهم في النهار والحمد لله كافياله مزيان الجايغ هذاك الشيء بحال في قدر الوالده عجب. انا روليت دابا شي فور طاكسي مع موطور كنت شي لعيبه بقيت كتشوف الطوموبيلات لا لا سافار فتاع بويد كاع ما كيبارطاجي معنا مسكين لا هو داينا البارفو مشاكل كيبقاو عنده هذه خديناها من عنده الزنقه الزنقه كيدخل جديد مزيان اخر الله يلاه خير التكنيك باغمي التكنيك دو جيستيون تعلمنا الوالده ما شاء الله ما كانتش قاريه والحمد لله خدت منها لا موتيفاسيون لان قراتو هي كبيره لان واحد ما مرضاش جا شي وراق ما قدرتش تقراهم وبقى كتعيط علينا حنا كنلعبوا في لي كونسول داكشي يطلع لي الدم حتى تقرات تقرا راسك هذه حتى هي ما شاء الله حتى الوالده حتى كبرات راه في 40 في 40 سنه وكذا مشات المحاربه الاميه صح والله الا زعما هذه زعما مبادره كنشكروا عليها الدوله انت الوالده ديالي مشات قرات تقرا في الجامع في العشيه ولات كتعرف تقرا الحروف تمام عطاك شوف هذا مبادره زوينه والله دابا درنا التليفون بالعربيه صافي ولات بحالنا الوالده الجهه الالكتروني العربيه ما شاء الله الحمد لله وربتنا مزيان وي فين اخي بدات الدراسه الابتدائيه ابتدائي في المخنت في حي سدري الاعدادي اعدادي في شكون عبد الماك السعدي
اللهم بارك. انا ما عقلتيش على شي حاجه ماشي مشكل ولا شي ولا بد شي حاجه بهذا الموضوع ما دويش عليه. راه هي حتى راه صافي بليز يخصني راه رجعني الله لا عاد يحيى ديك جنيز الثانويه. الثانويه مختار السوسي من ورا ما خديتي الباك شنو درتي؟ لي جي ضربت 2 اي كاتيك و 3 اني اي جي الحمد لله. جيني انفورماتيك وداك الدبلوم درنا دابا نعاود لكم حيت خصني ديبلوم ما بقاش كما كتقول انت عشوائيه كي كلاسيك هذاك للاسف المجتمع راه ديبلوميكم ما قلت ليكم كما كنمشي لها كاع كنمشي كندوز امتحان كنجح والاستاذه راه كتسمع فينا دابا كتبارطاجي معايا شنو نخرج نديرو شنو نديرو مع الدراري كندير مع هذا الامتحان احسن لكم الحمد لله. كنت قبل كنديفلوب هنا من الليسي وانا كنديفلوب هنا حبيت ديفلوبمون من الليسي. كيفاش اخي تعلمتي الديفلوبمون؟ كيفاش جات الفكره ديال الميول للديفلوبمون؟ هو الفكره جات ماشي للديفلوبمون جات للديجيت جات للتكنولوجيا. التكنولوجيا هي اللي اول مره شفتها في الاتاري. واحد النهار جاي من المدرسه 92 قالت لي الوالده رباكم شري لكم جلندايزر. الله عرفتو جلندايزر الروسا انا جلندايزر والله كنسنى روبو جبت شي حاجه وكيبرمجها مع ليكرا وكيقلب عليها بحال كيقلب عليها دوزه من ربعه. شنو هي هادي؟ لا راه هادي كتدير جلندايزر. يا سلام برونشاها كنلعب انا في هذاك الاتاري قال لك لا راه كتلعب كتحكم ملي كنعرف ان التلفازه ما تبقاش وان واي تقدر حتى تلعب فيها. يعني هذيك لا ماشين راه تكنولوجيك تكنولوجيا شي حاجه قلت ماعرفتش كيفاش خدامه هادي بقات في بالي صراحه غير حنا نسينا هذا الجانب والله الا الله يعطيك كونسول ايفيكتيف. انا راه الفاميلي انايا اتاري ومن ورا الفاميلي اتاري وحبيت لي جو فيديو وحلوا لي المشاكل ديال الزنقه القديمه في الزنقه بحال هذا داك البالونس تاع دا شويه في شي حاجه كنحلها المره اتاري بطورنوفيس كنلقى كارطا شنو هذا العجب كاسيطه فيها جو وكتصوت فيها وكتصوت فيها ديك الساعه ديك الساعه كان شويه صحيحه هذيك السوبر نينتاندو تما فين حبيت فين حبيت اتاري راسك اخي انا الله شريت اتاري العام الفايت عجيب انا بحال الله يديك جي هذاك شريت اتاري العام الفايت عقلت هذاك هو اول كونسول في التاريخ قلت اخي نشريه ونحطو اخي معلم انا الاتاري كان منافس ابل ابل الاول كان كتبرونش مع التلفازه الناس ما عارفينهاش دو كتبرونش في التلفازه قالوا بحال الاتاري الاخر كيصوبوا لي جو الاخر كيديروا الكمبيوتينغ كيشري كونطابل في امريكا الاخر كيلعبوا فيه نفس السبعينات داكشي نفسه ايوا خويا هنا جا الميول ديال الدير جا التكنولوجيا توسكي بوطونات توسكي ايكرون ديفلوبمون بقيت كنفكر صافي تبليت بلي جو فيديو بديت بلي جو فيديو وانا ولد مور طاكسي واخا عايش الحمد لله بخير خاصني هذاك الشيء ما نقدش نبقى نشريه شفتو جاو كيجيو الناس برا العماغ ووليداتهم كيجمعهم الجيم بوي سوبر نينتاندو تعال البحار لينا حنا وداك الشيء ديك الساعه هذاك الوقت داير 4-5 درهم بزاف يعني بحال قلتي دابا واحد 20 على حسب لوطو تاع لافلاسيون 20 درهم بزاف ونقرر قلت هذا المجال لو بغيت يبقى عندي خصني ندخل في الجهه اخرى ونبيع ونشري فيه صح وليت كنبيع خديت تقاتلت جمعت شويه الفلوس شريت اول كونسول نينتندو ديك الكاسيت اللي كتدخل بحال الدراري يعرفوها باش كنبيع ونشري في الكاسيت وليت انا روفوندور ريسيلر ولا عندي داكشي زايد وليت مابقاش كنشري وليت انا كندخل الفلوس في جيبي وتعاود في السيكتور كامل انا كنبيع ونشري في داكشي كيجي واحد يبدو معايا الكاسيت عطيني 20 درهم دو بيس عطيك 30 درهم سوبر نينتندو جات البلاي ستيشن هذيك دارت الثوره بلاي ستيشن ماركت بلاي ستيشن اكزاكت ماركت بلاي ستيشن تقريبا من استصر عام ما كنقولش وي تقليل الفلوس لا والو كان غير باش يخدم لي ووك مان اللي كانوا كاسير افكتيف هذيك وكنت مبلي بلي جو فيديو ديال لي زاركاد تاع تقول فازير تاع الزنقه درهم كينغو فايتر هادشي هادشي بلي واحد هو اللي زوين لا كنت غادي في الشارع مثلا كندير هذا شي شي والله الى يومنا هذا شي شي الى يومنا هذا تاع الريح كندير هاك وكندير هاك طرق عرفتي شنو هي هادي هادي ديك ديك اللي كنسميو الشمكار الوحش ديك ديك ديال تجرو بالرجل كتديرو تدير لك كذا وتتعاود الراق 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 عرفتي صافي يديها بعد ما تبقى مريح شنو كاع كديرها كنت نقول لا راه صافي جديني البلي وحنا صغار وهذوك تما تعلمنا بان شي حاجه اللي عاودتيها تقدر تقلق تما والله الا ديجا وبعد طلعنا فرقه السوق وهذوك الرفقه ديال السوق بعدنا حيت انا في الكوليج كندوي على الكوليج دابا الاركاد وكينغ اوف فايتر والانكتود كينغ اوف فايتر هو اللي داني الانترنت يا سلام هذيك كينغ اوف فايتر كنلعب جا واحد زوين انا كنقولوا والدارهم هذاك هذاك الشيء زويون جا دار واحد لي كوت تك 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 بيدو خرج لنا واحد ايوري مجنون وات هاك صايب شي طق 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 بحال البلاي ستيشن لي كوت كيفاش دار لها هذه بقى
بقيت كنسول كيمشي على مشايخ جايبه من السيبر انترنت صافي شناهو هاد السيبر 98 كنقلب على هاد السيبر شناهو غادي يعطيني واحد الموقع سميتو كوف.ma/شي حاجه في واحد الورقه مقطعه هي كتجيب من هادي فين نمشي قلب على السيبر سيبر ما كاينش تما شطو بيه صبات السونتر فيه سيبر 30 درهم خويا ك 30 درهم بغيت انت قال لي رايك الاورديناتور نوض كنعرفو يطلق لك الانترنت حنا راه كنت تيجيو جوج ثلاثه عادي يطلق لك كنلقى عامر الصوت هذاك 98 بحال هكاك كشفت عالم اخر هو الاكرون والكلافي ودخل فين ما بغيتي دخلت خديت الكودات ملي مشيت طابيت داك الشيء يخدم ولكن قلت هذاك الشيء اللي شفت هو من هادشي اللي كنلعب فيه رجعت الاورديناتور وليت السيبر كنمشي ليه ولا بقى كنبيع لي كونسول كنبيع داك الشيء وليت الفلوس كيمشيو ليا في هذاك السيبر 30 درهم بقيت كنقلب كيفاش هذاك الموقع اللي صوب في الكودات تاع داك الجو شنو هو ها هو موقع كنا كنقلبو ونكتشفو كنت عندي هاد الحب تاع التقلاب نعرف كنبغي هذاك السيد انسان بحالنا بحالو باش فايدنا حتى هو راه صوب حتى هو بحالي قاد في شي بلاصه اخرى في العالم او قد وملي اكتشفوا انهم هنود وداك الشيء قطقت في راسي بزاف داك الشيء هنود بعدهم حتى ما يشربوا مع احترامات الهنود في المغرب وانت مغربي واكل شارب انا عاس وعندك طوبيس الهضره يكون فاخور يقول لك ياك بعد الحمد لله واش باش نطلعنا دخلنا حكا راه كاين ايماي كرامي ايماي كيوصلوا كبواط ايماي كذا ويجبر لي فيها البزنس عاوتاني كنصوب عباد الله لي زيماي ندي معايا كيخلص 30 درهم وحتى 50 درهم ولا البزنس تاع الفلوس عاوتاني من الانترنت كل واحد عنده شي بحث نمشيو قال لك نمشيو للسيبر حتى وصلوا عندنا السيكتور ديالنا بطبع 20 درهم ولات اكسيسيبل هذيك الساعه قررت يكون عندي لورديناتور في الدار لانني داك الشيء اللي كندير اصلا في السيبر ان غروند بارتي ماشي انترنت 99 خديت اول اورديناتور لان لا بريبا كمبيوتر هو لورديناتور لي زانستالاسيون لي لوجيسيال قل خاصنا اورديناتور ويدا مسكين وخا كانت مزيره كان جا معها شي بركه رجعت ليها عاوتاني شحال سنين ما رجعتش ليها كان غالي والفلوس اللي كنجمع هو داك الشيء اللي كندير خذت ان اورديناتور ان 386 فيفا بروسيسور 66 ميجا هرتز ميم با ان جيجا هرتز في 128 ميجا في العرب ديسك دير في 512 ميجا عجيب انت محظوظ انا راه انا كان عندي واحد البنتيوم يكون شي 32 ميجا في العرب عجيب شي مقتول رقم البنتيوم ثاني استوار ولا الرابعه تنسمع بان الوالده عاونات كانت مريضه مسكينه شي 2003 في الصندوق وكذا الله عجيب سبحان الله عمرنا نسيت حتى انا الوالده وفي ظروف قاسيه وفي الوقت الليسي وكانوا مشاكل عائليه ومع ذلك خذاتو لي مشي قال لي ياك خدم المهم من بعد كتطفي كما كتلعب كتقوت المهم في البديهه طلعت كتكون صوميني واكثر حاجه وكنمشي للسيبر بزاف وقلقتها وكذا وهذه شويه الاورديناتور عندي في الدار 99 وبديت كنقلب شنو هما لي سيت كيتصاوبوا ها لي سيت وشويه عاوتاني تبلت بلي لوجيسيال كنطالب اول حاجه اول تحدي كان عندي كان في الويندوز 3.1 وخصني ندير ويندوز 95 ترا كان انا بالنسبه لك كيتصنتو دابا هذا جديد والله الا جديد عليا انا كنت جاي جديد في 95 جبت لي شي 50 ديسكات باش اصطاليتو وكنت قديما الديسكات 34 كتخسر ديسكات فيها واحد فاصلة أربعة عشان الناس اللي دابا لوديون الساعة كنقولوا جيتو في الجنة تاع الانترنت وجي واجد تيقول لك لا راه ما بقاوش دابا الفرص ضرب شحال هاجي قول لي الله يجيك راه مازال بصح كنا نوصلوا لسيسك تكدبوا في الفرونت بيج انا جاي لك في ديفلوب مفتوح ديك الباج كتعاودهم كامل اكزاكتو ما كاينش هذاك عجيب دونك فهاديك لحظة 93 صافي عشقت الاورديناتور وبغيت تكون المهنة تاعي هي الاورديناتور انا في الليسي وانا نقول لي لوجيسيال اللي كان اصطا عليه داك براس لي ريجو تفهم لي لوجيسيال اللي كيتصاوبو رحت مع واحد السيد اختا اكبر منه وكيقرا قال لك راه شحال ديال في بي مال في بي باش كيصاوبوهاش في بي 6 كان ما دوتون وانا عندي مسكين فيها الديسكات كاع ما فيه ليكتور سي دي وسيجي في داك الفي 6 ديسكات ما كاينش كان عندي الوورد 97 دابا راه القدماء اللي غيسمعوهاش وسط الوورد كاين فيزيوال بازيك سكريبت وسط منه كان تيستي فيه ما عرفتش ما خدام جبت الفي بي وصوبت اول لوجيسيال ميلونجيتو مع السي هذاك الوقت تعلمت ليه تاع لا كونطابيل ماشي كونطابيل لا جيستيون تاع لي زيتيديون في واحد الايكول بريفي بعتها لها اول فلوس غندخل ديريكتومون في السوفتوير بعت شي 5000 درهم عطاني وفرحت تقت في راسي قلت هادشي فيه فلوس بحال لي كونسول بحال لي جو صافي عجباني والديفلوبمون تعلمت انا واحد الكتاب صفر كبير في بي بو لي نول اش قلت لكم ما شاء الله عندكم السيمر انا شنو تعلمت ماش تيميل بوغ لي هي باش تعلم هذا بيبي بوغ لي يوتيوب عليه اش نقولوا قراو قراو الدراري قراو كالكولاتريس صوبت كذا باز داكشي زوين ساهل الحمد لله بعتو تقت الانترنت قلت لانفورماتيك فيها الفلوس
في الاورديناتور مقاتل كذا صافي ملي جات الانترنت خصك تدخل الانترنت الدار ما قديش لي مويان كانت لي باكسي 30 درهم 40 درهم في الساعه خلينا في السيبر ونبقى في الليس شدوا السيبر كيشوف الله امر عين ريال انا حضي لك نعاود لك ناس طالع كان كيجي واحد كيعطي 200 درهم ها كيلعب ليه شويه وكيزيد ندير لي ويندوز 98 دو 2000 وانا كندير داكشي كامل عطاني كنجي فابور كنجي مع المورا الليسي كندخل فابور ما كنخلصش ومنطق نصوب لي كلشي هنيتو وتم تحل لي الباب ديال لينكس والباب ديال كذا وذاك الوقت كان الملك ناس على الملك اللي كنا كنتفرجوا فينا التاريخ الله يرحمه هنا جاني اكزاكت حيت هنا شو وليت في التواصل السوشيال ايوب داكشي ديالكم انتم لونسيت ديمونزي ليك الملك ما حضروش كاين هذاك كتب لك حلا وكتبوا وقالوا كتلعوا صافي عجيب ذاك الوقت وكنا خدناش الملك باش نشاط بس دخلت في الميركا الدرار لا انا ما عمر دخلت الميرك ولكن كلشي الخوالي وداك الشيء كانوا كيريحوا في الميرك كانوا كلشي كاع داك الكارتي كامل داخل الميرك باش يجيب القوري اكزاكتو وكان حاجه اخرى اللي حنا كنت عجبتنا هي الاندر جراوند كانوا تما العباقره ديال لينكس كانوا تما كيطق اخر ساعه ما كانش اللي تهابوا هادشي لقيتها فكنت كيعطيك تما اللي غير كتريشارجي وكتبقى تجرب هاد الماين درا لينكس كاع لينكس احسن من ويندوز داكشي وتابعين هنا النقطه اللي نرجعوا لها من بعد المهمه على علاقات في البيت الشركه ديالي ولا لوفيت فون عندي ولا تمشي كنشوف كيفاش هاد الشركات الكبار كيدخلوا فلوس من الانترنت انا غنعطيني انترنت داخل الموقع وبين عليه واعر في الصواب ديالك كيفاش كيدخل الفلوس الفكره بقات عندي كيفاش غتدخل الفلوس صافي بقيت خدام تما كنسميتو حتى المواقع راه كيصوبوا بالفلوس في 2000 الا كنصوب المواقع بال HTML فرونت بيج ديال تاع مايكروسوفت دريم ويف ادوبي من تاع اكروبات تاع دريم ويف كان هو فرونت بيج كنخدم كذا كنصوب المواقع في 3.fr كذا تاع كينغو فايتر بقى من بلي كينغو فايتر نصوب كنصوب المواقع شويه تعرفت كنصوب المواقع كان ديك الساعه 3.fr ما عرفتش فابور حيت ولي كان مع الفرنسيه وفوالا .fr برافو عليك كيقعد معلومه ليكوس ايفيكتيف هاد ليكوس كانوا شراو كرامي وبقيت في اخبار كيفاش شراو شركه كتشري شركه في الانترنت وكرامي اصلا كيفاش غادي تشري اخرى بملايين الاوروات هذاك الوقت يلا ولا الاورو راه قديم انا غنجي لكم 2000 شراو في هذيك 2000 كرامي شراوهم نخلي نشوف هذا عجب من بعد نرجعوا ليه من بعد لان كنصوب المواقع كيجيو عندي كنصوب للناس المواقع ديالهم باردون كنجيو كنصوب المواقع 2000 درهم 3000 درهم موقع فيه السميه كنيه هذا وكل واحد كلشي كيبغي هذا ماشي شي حاجه هو مقصش وحنا ما نحصل الفورميلير تاع الانفو تاع لي دوني تبع ملي كتجي كونتاكتينو هذيك السميه كي كتبغي تلا انفوي شي فين غادي يمشي مابقاش خاصو HTML وليتي خصك شي ديفلوبيها كي غدير ليها هذه رجعت ايام الديفلوبمون كذا رجعت لقيت ما يسمى بي اش بي الله يخرج 97 روضه 3 سنين 2000 درهم منطلقه تاع تعلمت هنا الاول وانا مع صحابيش انا ربي وحدي من الناس القلال اللي كيعرفوا بيعش في المغرب تعلمت هنا انا خيرت لعبه الفورم كنت كندخل فيها 5000 درهم اكزاكت فورمي عمرو اونفواي كيصاوب السيت كيحط كيصاوب ويبوكس وكيفوتوشوب اللي جيت في مراكش فهمتي جوج ديال اللي جيت قديت لهم السيت هذاك الفورم ب 5000 هادشي كيعيطوا لي عبد الرزاق صوبوا السيت كيصوبوا كان بروغرام هذاك الفورم هذيك لا فونكسيون مي ما كيصط لي لا بواط وتشي شي باس دوني اون هذيك الساعه على حساب وبداو كيدخلوا الفلوس انا في هذيك الساعه تما مورا لي سيت دخلت ليجيا خلص على راسي عاودت الاخت في اللوعات كذا ديال الازمه الماليه وخلص على راسي وقريت تما فهمت بان الانترنت فيها الفلوس شحال عمرك ديك الساعه وحسبت 83 2002 شحال تكون هذيك الساعه صديق تاع حمزه ابو الفتح سنه كيمرضنا هذا السؤال هذا 20 سنه 83 19 20 2003 احسن معاك لي فولورز هذا هذاك الميكي دوينا عليه كانوا فيه حتى المغاربه كانوا شداد كاين بزاف كاين واحد الدري سميتو ميزو الرباط راه ما عرفت فين غبر كان كيدخل باسم ميزو كاين حمزه ابو الفتح مول جينيوس مشهوره دار على العالم هذاك حتى هو كيدخل الدار كان كيدخل مستر هارد وكان هو من القباح جريزو وكذا ايماجين هو الايبرجوم راه كاتبه في الكتاب ديالو تنجيب لكم المره الجايه اوتونكو جيفت كتاب واحد كتاب رائع دارو بالانجليزيه فروم كونسيبت فايتر تو ستارت اب شي حاجه مابقيتش عاقل عليه زوين رائع كيعطيك هادشي كندوي عليه مكتوب بالانجليزيه وعجبني كنحيي من هذا المنبر هذا حمزه ابو الفتح مورجيني وضوط نا خير فكرتيني والله الا خصني نجاوب راه مع الواتساب عندي طاحوا عليه بارطاجيو النمره في لي جروب صافي
ساهم هذا الوقت. لا هذاك هذاك يستاهل هذاك بريميوم هذاك جريد اي اونتربرونور حيت هو الاول بدا شركه في 2003 حنا بقينا خايفين من الضرائب ماين تاعت تاع العقليه تاع برنازيل تاع عندها العقليه ديال الفقر يا راه الا بغيتي الفلوس خصك تخلص الضرائب لا خصك تخلص هو دار شركه شجعنا هو كيفاش واحد معنا كندوي معاه كيدوي معنا بالدارجه دار شركه ودا كيفاكتوري على الشركه وهو باقي صغير يعني ديك الحاجز تاع واحد صغير صغير غيفاكتوري على الشركات وي الا ولا كانت عنده شي حاجه مع الشركات الكبار كانت عندها حمزه واول ايبرجمون دايره باعينا ب 50 درهم باع الدراري كان كيبيعها منهم تنكت كنسري عندها باش كندير واحد بسيبانسي واحد البوت انت واخا ناعس في الدار كيستقبل لي ميساج تاعك في الايرك صافي كيسري عنده ب 1000 ريال صافي بليز يعني انه تموي بان لي هو مشى في الايبرجمون انا بقيت في الديفلوبمون لا هذا ميساج ميت في الدراري جينيوس باك لا شركه كبيره دابا الدراري عندها تاريخ لا لا شي شوخ اول بون دو كوموند 1000 ريال راه كيقولها حمزه 1000 ريال اول بون دو كوموند شويه بشويه نقطه بنقطه وتقاتل وجاب لي ديدي وخرب عمره حتى هو هذا بالساهل هذا سكسيس ستوري هذا كما كيقول سيمو تيحتاج 10 سنين ديال الصبر انا حتى الاي كوميرس دراري تبقى يقول لك هذيك طون ندير الفلوس الا بغيتي فريمون دير شي حاجه خصك 10 سنين عالي جدا وخصك تاخذ بيزنس ماشي شي حاجه غتلعبها روح لا 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 ماشي هوتا ماشي بوكيت ماني ولا خاويه لا فريمون الفالو دير ودير لك زيد ديالك المهم عندو على شي حنا جايين ليه باش نبدلو المايند سيت تاع الانتربرونيا الناس غلطوا كيصوب شركه بحال دير محلابه بغا يجمع فلوس تاعها يدير لي كاش لا تخربيق كاشكو باغي يحلبها هو من النهار الاول مشى حتى البيزنس اللي فيه الفلوس بالفالو تاع الشيرز وبغا يدير الكلاسيك بيزنس جيتي ستارت اب ديجيتال راه كيفرفر المهم دونك وصلنا اللي جياش شي ديبلوم صافي جيت ديبلوم حطيتو اكوطي ما خدمت بيه عمرني خدمت شي واحد عمرني ما عطيت شي سي في شي واحد خدام ديالي بقيت فريلانسر ما بغيتش نقول هاد الجمله هادو ولكن نقولها ملي قلتها انا براسي كنتفادى نقول هاد الجمله هادي لا شوف لا صراحه ما مزيان تخدم في لي زعما خصوصا تنصح الدراري يخدموا في لي ستارت اب استقطاب يا كانوا شي داك الوقت استقطاب كانوا ستاج بزز كتاخذوا وكيقول لك ستاج انا اصدقاء تاعي نفس لاجي قراو معايا في ليجيا وللاسف هما ما كانوش ديجيتال نيتيف ما كانش كيعجبهم داك الشيء مشاو دي ستاج كيديروا كيجيبوا قهوه وكيديروا فوتوكوبي فقط حتى داك اللي عندك ولي عافاك ما صدعنيش ثاني نوريك ما تعلم ما والو سم مالوغو حنا لا انا اصلا ما عنديش المايند سيت داك الوقت تاع ستاج والخدمه عندي الفلوس غنديفلوبي وكنديفلوبو لا غلوار كنتحدى جا واحد الوليد ما شاء الله كان عندنا في السيكتور سميتو عمر كان كيتفرج حدا طلع على بار كان غابر حتى وحنا تلاقيت ما عرفني واحد درت سميتو يوسف قال لي شي هذا كيديفلوبي بحال هكا ملي كان عاق عليه كانت بوب عليه وكيضرب السي بلس بلس كيضرب داكشي القاصح عمر ديش ما كنضرب الفي بي بي اس بي وكيضرب السي بلس بلس وتحت ديك الساعه الديل فيه قبل ما الوليد دابا الشاشه دوت نايم طياح ومعجب بيه حد انا معجب بيه جا قال لي وكيدير بحال بالداري جا يلعب معنا كره حتى كيفاش شدك هنا عجيب صدمني ويعجبني ونتبع قلت لي هو كيبارطاجي قليل ولكن تفهمت علاش من بعد كاين مشاكل وكان قال لي شوف غادي امشي تدرب غير لفات تاخذ دير في سيت وتحيد عليا من الفي بي تاع مايكروسوفت ما خدامش راه واعر وكذا وكذا افكتيف مشيت باش غادي تروح طريت ما بغيت نعلي شويه مشي هذيك الساعه وكذا دير في سيت حاجه اوبن سورس لا لا دير في تاع شركه تاع دير من بعد تاع مايكروسوفت وصوي صبت دوت نت دابا دوت نت مبازي على الدير في ديال سميتو لان الجافا جي في ام كانت قتلات مايكروسوفت عندها فيرتشوال ماشين مايكروسوفت ما عندهاش خدات الدير في تصوب دوت نت ممكن تقلبوا على هادشي هذاك لا وصلنا دي لوجيسيال ديال يا ربي تسمح لنا تاع 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 الاسبيوناج كنديروا كتحكم فيه بالميرك ولكن كنا بوغ دي فام ايديكاتيف لا شو مزيان اصلا ملي كتبدا سي ميو ديك الساعه اول حاجه كتبدا تطير لك بالك هي انك تعرف داك خينا اللي ما بينك وبينو شي ليزون كيف شنو تي ديك اكزاكت لا 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 هو بخي شي يفعك في السيكوريتي اكزاكت تعلمنا شويه بالي داك الشيء ما خدام قال تعلمت الديفلوبمون غاتصوب لوجيسيال غيتقرنص في المغرب شركات كبار وما قادينش انا نقول رجع الويب ما كيتقرنش صلاه ضرب لك السيرفر دار لك لي سيت اصلا كتبيع سلسيت يتقرنط ما تخدش شغل انا شغل ايش جا شباب دوك يصوبوا لي زاجونس ديالهم حتى 2007 ممكن نخبط في داك الشيء تاع الديفلوبمون خدمنا مع بريستاسيون فريلانس ما كاين لا فاكتور لا والو ما كناش عارفين ولا قطعنا حنا ديك الساعه نصوبوا نديروا دي ريفيرونس ونخدموا مع الشركات ويكبروا معنا ما كناش عارفين حنا مخبيين هذاك المايند سيت تاع لا عندك كيفاش هذه وهذه ولا عدي الكاش في 24 شاري غولف كار في واحد الوقت وكانت بوبا هنا عطيني لونتوراج اللي كان عندي مساكن وخزوين ديك الولاد ولكن محدود الليفل ديالهم ضعيف حدو حد خذ دار خذ كذا كما كيقولوا السيمو سي لا فيغيتي حلم مغربي ما تلقى مع واحد جون عنده تا هو الشركه ديالو كذا وهذه قال لي عطيني اش كدير قلت لك خسر في الفلوس دابا تدي كاش فلو تدفق مادي كيمشي
عاود رياجيكتي رياجيكتي دير كذا هذيك الحمد لله مزات لك معنا بحال هكا مواقع تاع الانفيستيسمون انفيستيسمون وهذا كنت كنقراها انا كنديفلوبي كنقرا اونتربرونير كومباني شون تفرق بيناتهم شنو هي لو فيد فون شنو هي دخل معك شنو هي اسوسي شنو هي اي بي او بقيت كنقلب نقلب باقي ما درت والو وانا تفكر الكرامه تبعت لي كورس في فرنسا وحنا تابعين فرنسا وانا نقول داكشي اللي كاين في فرنسا غيجي للمغرب وهي الفرصه خصنا نتلكاو ليه خصنا نقولوا واش كنتسناو الموجه كنجيب كتبه ديالها كيفاش تكري اونتربريز ما عرفتش ماشي كنقراو في الجيم باش كنتسوق ليه تاع كرياسيون دو بيس صار الفيسكالي كتطلع صافي من بعد مالوغوزمون الدراري اللي كيقرا شي حاجه يقرا لي موديل كامل غيستافد من مع المده سورتو لك في التخصص كلفات كلفات انا نقول الكونترا تريدين كتطلع صافي الكونسلتي خاص عليه زبات الفلوس من بعد في الفاينانس عندي سي اف او ما شاء الله كتفرج فيه صديق ديالي عييتو باش تعلمت وما تعلمتش باقي كنرجع عليه داكشي اصلا كنت كنقرا فابور ما كنتش كنمشي ليه صافي صعيب تكون ملم بكلشي لا غير ديك الاساسيات الاساسيات القرايه ما كنتش كنمشي لي موديل مثلا تاع الفاينانس ديال الفيسكاليتي ديال لي زونتربريز لا ديفيرونس اونتر اس ار ال سالر سالر اس ا بيرسون فيزيك هادشي كانوا كيشرحوا لينا انا كنقول لا نمشي للديفلوبمون كنهبط دوزيام ايطاج في لي جيم كنضرب تما ولا في ايكاتيك واحد ايكول اخرى كان اساسيه كنمشي مجمع مع الدراري واحد الدري نبيل كنصوبو نهاكي وديك التخربيق ديالنا تاع لابليكاسيون انا للاسف من بعد جي باي الشير ولكن عمري ما نعاود الكونسلتينغ سي تري امبورطون ولا قرا شي حاجه شي واحد يميتريزيها نرجعوا دابا النقطه ديال لا كرياسيون تاع لي سيت من بعد ولاو كيهربوا ليا لي كليا ولا خصك صوب شركه 2007 صوب المهم كي بدات لي طاين نقصتهم المشاكل وهذه صوبت ويبو شركه ويبو ويب اجنسي دونك ما كانت ستارت اب لا فيريتي كانت ويب اجنسي شركه كلاسيك كتصوب المواقع كتعاود فيهم البيع يعني باش ماشي كاع ما كاينش المايند سيت تاع ستارت اب صوب سيت شحال غنصوبو 20000 30000 40000 10000 ربي يسمح لهم صحاب وورد بيس من بعد هبطوش مارشي من لا شي مشكل هاهم مريحين لا 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 شوف الخدمه تاعهم هذاك هذاك هذا لا قام ماشي وورد بيس مامبو خرج واحد سميتو مامبو جمله سامس هذوما اللي قتلونا كنا كنفاكتوريو لو سيت في 14 باج وباك اوفيس خفيف دري فرونس ميليار باش ما خيبرص هذا التطور ديال اي ماج اي ماج شوف البيس كنا الفلوس الحمد لله قبل كان الناس باش يصايبوا اي كوميرس خصو يمشي عند هاد لاجونس اللي صايبتي انت تفاكتوريو تفاكتوريو ساعه كونت ديالو كونترا ديال لوست كنا خدام السيت تاع اي كوميرس طلعتي تفاكتوريو انا جيت اي كوميرس انا جيت شكون اللي خلاني نطلع ستارت ابينغ هو السيت تاع اي كوميرس فرنسا نعاود لكم عليه حسب الدومين ديالكم هذا هو اللي غادي يدير ديك البيفو يقول لي اسكاع هادشي راه هو فيه الفلوس ماشي وخا انا ماشي في الايكوميرس دابا ولكن ولا فيقني ملي كنصوب المواقع ريكروتيت درت كذا 2008 2009 ديك الساعه اصدقاء تاعي فايتيني نصوب هما ولا كيجيبوا لي الخدمه انا صوت خيط عارفيني مجهد في هذاك الشيء هما دوك كيجيبوا لي ويجيبوا لي تاع برا لي زونتي شحال خدمت فيهم طلع هذاك الوقت ما يسمى بالاس اي او علاش بالو الاس اي او جوجل ولا واعر بزاف وحنا عايشين مع جوجل حنا اول حين غنستعملوا جوجل حنا كنا مع التا فيستا تخرج جوجل في 98 حنا الاولين غنستعملوه عطيت قال لك افيدوسكوم كنت كندوي في اسبريس واحد الدين ونقول لهم استا لا فيستا يا فيستا كنا بعثات ميجا جوجل حسينا بالتغيير اللي فيه وكنا كنقولبو كان ساهل وهي كتعان ديك ايزي ويلي الاي سي او قال ما كانش حتى الاي سي او ما كانش الاي سي او كان رانكين كنا كنبيعوا الرانكين اش الاي سي او يلاه ولات يعني 10 سنين الاخرى لا ما خلص رعاب ماشي بزاف ماشي كنا نقولهم كان كنطلعوا ليه الليفل ديال السيكوريتي ديالو اييه كاين بلي سي اوروبي كنا كنوقع كنخرجوا تيخلص ما تيخلصناش حنا كنت خلينا ندوزوا على داكشي كولو كيدير وكان ديفيسيل ديتيكتيك كنت انا رابيد 20 يوم كنطلع يجيبوا لي اي واحد كنصوبوا لي 20 كيطلع هو الاول في الموقع ديالو عجيب هو يتحل لي الريفيني ستريم نيو برودكت سميتو الاس اي او شنو هو الاس اي او قال لك انا كنصوب لهم مواقع تلقاو في لاباج 30 باج 40 كنعيطوا عليهم سلام لاباس بخير عقلتي صوبنا لك اييه وبغيت تخرج الاول في جوجل تيقول لك علاش باش تجيب لك ليان تقول لك اه سي فري هذا نجرب نجرب كنحطوا هو الاول باق لي زوتيل تشدوا لينا انا كاشي لي زوتيل تينا بيك تفرجي كي تجيب هات لي زوتيل لي زوتيل مالهم قحرم بوكين ديك الساعه يلاه بدا كيحن فيهم اكينا كيدير فيهم مبغى ماشي كيسيون فلوس ما لا خلي هذا ريزيرفي دير الثمن اكثر نطحنك الثمن ارخص عندي بحال الصيف بحال الشتاء ما كيخدموها في الصيف مزيان ديري نفس الثمن تاع الشتاء تحيدو اي سي او صوبنا لهم لا الاوتيل كيخرج في 20 30 يوم كيخرجوا الاول اوفر بوكين كاع لي روم باه كنعمرهم لهم ولكن كنقول لهم واحد الحاجه كنقول لهم الدومين تاع قدر يمشي ليك
انا كنتمنى من الله ماشي واحد من جوجل ما يسمعنيش لانني انا من الناس اللي كانوا كيخربقوا لكم هذاك. لا لا بالعكس راه انت من الناس وانا من الناس اللي ساهمنا باش ديفلوبو هما كتلقى اوتيل فرنسي باردون لا بوكين خارج الاسيو ناتوريل قبل من اوتيل بين الويدان وفي مراكش حرام. اوتيل مسكين مخدم مع 60 واحد 70 ديريكتومون ديريكتومون واحد 30 40 خارج لاباز 40 وكيخلص بوكين وبوبو عليه بوكين وتشي فاكتوري عليهم اخي واحد 30% 20% وكل هذاك الشيء ممنوع دير البريكس من هذاك ارخص بي عندي انا كيعاودوا لي بالقوي يبكي لي ماناجر ماشي مرشي كامل مسوق ماشي يقول عطيني الروسيت علينا المناظر اللي خصو يطلع على شي فرد افير يطلع كنا كنصوبوا لهم المواقع نقول لهم حاجه واحده هذاك الموقع تاعك لا سميتك دابا اوتيل شي حاجه بوين ما قدرت من بعد درتو بوين اورغ ماشي مشكل شويه ماشي مشكل ولي بسم الله هذاك بوين ما غتضرب ليه ولكن ما غتضرب ليه تا غيكون غيالمون شبع طرافي نعطيو الايبيرجمون صحيحه كنديرو لي الدومين شنو دايرين حنا ديغيير دابا الناس ديال الاسيو غيفهموا هادشي حنا مالونسي فرتا حنا اللي خرجنا عليكم بالشد كاد كنا كنصوبو واحد بيراميدال واحد الفيرم تاع اللينكس واحد 14 بلوك كبار صحاح عندهم لي تريفير اه على التوريزم في المغرب التوريزم هذا واش صحيح ومكتوب وكنديروا شويه المالاكسين كنجيبوا شي حاجه من ترجموا شي واحد المهم تاع جوجل كامل كي ديتكت وهذوك البلوكات كنمشيو نجيبوا لهم من البلوكات تاع لي فرونسي كيدوا عليك لي بلوك على بلوك خرج نوتوريتي تاعو كتطلع مزيان كيقول لك البلوكات ديالنا كيخرجوا في جوجل مزيان واي اوتيل كنبغيو نطلعوه كيدوي عليه البلوك الاول اليوم الاخر غد في الصباح مورا كدر هو عرا طالع راه كذا بحال شي تاع ديزاين فريلانسور دابا اللي كيدير شي تاع ايوا شي زوين ديال كتدخل له الريفيوز لا ميم شو هذا كان رائع صراحه هذا شي كدو رائع نفس الخدمه اوتيل كيجي النهار الاول من الباج 40 تدرس السيمانه كتب باج 15 الغد باج 3 الباج الاولى في النص 30 يوم هو الاول لافونتاج اللي كان عنده كان بوكين ما كيشريش جوجل ادز في المغرب ما كيتسوقش ليه ما كيسيبليش الماروكان اللي كيقلب والاخر كنجيبو ليه حنا كيخرج ليه الماروك في ماروك الام او اي واحد المهم خدمنا مزيان الحمد لله ريفينيو ستريم كان انتريسون كنصوبو لي سيت كنصوبو الاو سي او اللي قبل منها بشويه هي الدومين تاع السيموراي في الدومين تاع الغيساني كنا كنديرو ما يسمى بالريفينيو ديال اوفيرتور اوفيرتور كان قبل من جوجل ادسنس سيتهم ياهم من بعد اوفيرتور افيك او في بلا او او هاد اوفيرتور هذا ممنوع على المغاربه كان صديقي في الطاليان محمد هو اللي حل الكونت وعطاني كانديكس وكان ساهل كذب عليهم كتقول لي انا الموقع تاعك دوي على كذا صافي كيحط لك الادس عندها علاقه بداكشي اللي قلتي لي كاع ما كيدخلوا لجوجل بوت يقلب لك لا باج ديالك كتكذب عليه وهو اصلا ما كيدير واحد لا فيريفيكاسيون ايميل دوي مع سيف في الطاليان دوي معاهم ايفيكتيفمون حتى هو تيغ جوجل ادس راه هو جاي لجوجل حتى قبل من جوجل اه صراحه ولكن لا شوف لا فيغيتي حنا ما كناش نكذبوا بحال دابا كندوي على البيت انيمالز وداك الشيء ما كنعطيوش فغيمون شي ادفايس كنعطيو هذا عطيه هذا ما تعطيش الحليب ما تعطيش كذا وكل اشهار تاع اوبرتو كيخلصنا ولكن كان ضعيف غادي يجي اليوم جوجل غادي يميسا جوجل ملي حسن يشبع فلوس في جوجل ادوردز قال بغا يدير الاشهار في المواقع شكون الكونكيرون تاع هو اوبرتو صافي حنا كاملين عندنا اوفيرتو اجي مرحبا بكم ندخل البيتا بروغرام ديال جوجل ادسنس سي كوا ادسنس احطو عندك الاشهار وغتخلص بالكليك قال لك جربنا الحياه ما كاينش اشهار كاين تيشارجي فايرفوكس كاين ايميلاتي عمر يونس وكيخلصك 0.1 دولار وديك الاخر 0.05 حيدنا اوفيرتو اش كان كيدير جوجل كي ان في سي وخا شي حاجه ما رابحش فيها هو غيمشي يقتل اوفيرتو وشد لي غيزو ولكن هلكنا ما تكذبش عليه درتي الكونتوني اللي عندك سيرفيس اكسبلور حيد وحيد اكسبلور حيد الاخر مراجب كروم افكتيفمون برافو عليك السيرفيس نفس الخطه دخل بالضبط دخل وهضرنا الفلوس مع لا فيديتي راه كان كيجي لي شيك في سيتي بانك 2015 بالضبط ملي قال سيتي بانك راه عرفتي كانت رحله سيتي بانك كيخلص لي شارج كيخلص لي شارج وداك عمرو ما درتش من الشركه كان نفس بيت بيرسونيل وكان تنجي القضيه تاع السداني دويتي لها شحال مره في اللايف مع رضا وداك الشيء من الضحايا ديال هذاك ولكن درنا علاش درنا علاش درنا الام اس اي اصعب حاجه ميد فور ادسنس كيصوبو سيت ما كانتش لا الادسنس كاع الاخ ديال ول دخلنا فلوس ولكن قال صافي ساليتو مثل دوز واحد اللوبه كتبدا تقول انا راه مطور على هاد الخينه اللي صايبه هاد الليله ولا لا طمحنا داك نضربو تقيس داك قتلنا لي بانر واش كنا نديرو غيسان كنديرو على الجرين كارد كنديرو الكوبي اكزاكت هادشي اللي كيشري لاسيورونس ديال الفوركس الفوركس عرفتي الفورش حكينا فيه على الفلوس كندير موش الفورش ولا الفوركس شتي عندك ماشي تجي ماشي مع هذا سري كاين دابا تسمع الفوركس كنا من الفلوس يقول واش تريدينغ ولا تريدينغ حنا كندوي على الفوركس في العالم وجوجل كيحط الاشهار شكون اللي كيحط
الناس اللي كيبيعوا الفوريكس وكيخلصوا مزيان سبس عرفتي كيبان لك الكونت كيسالي كلوزينغ تاع داك النهار 300 400 دولار هذاك الوقت راه كانت شي حاجه 400 وكتسالي 400 وكتقول يا ربي 100 حتى 400 ما كيبقاش كيتسدوا هكا مره مره اش كيدير كيسترايكيك كيشوفك قاديتي شغلك وهذاك ما قاديتيش عاد كيسبن بعد الكيسب تما عرفت واحد الحاجه مهمه باش نرجعوا للستارت ابين ان لو بيزنس اي فولاتيل واي 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 يعني تخرج دير واحد الشبكه تاع لي سيت نهار طلع لي الدم الكونديسيون ديوتيليزاسيون سي جي او كتقول كذا كطحنك واخا ضل صيفط لي زيمال كورس تاع ايام الدول ايرلندا الدول مشى تما ونرجعوا الفوكس تاعنا ديفلوبيو لي سيت ونديفلوبيو كذا وين كنشدوا في دماغ شويه ثقيله وين ريكوتي دي جون كانوا واعرين في ديفلوبمون فوقتهم تاع اش اكس على اخر 5 وكنا كنتبازاو واحد السيمي تاعنا صوب ناس غيور جانا واحد الكليون هذا ولا غادي ليا بيفو تاع هادشي كامل ولا غادي يعتق اصلا لونتربريز صوبنا واحد سير ايكوميرس كيبيع هادشي تاع البريكولاج بحال مستر بريكولاج فيه صفر ولك حل كاين فرنسا كاين بلجيكا وبريكسيل شي حاجه دابا راه شريت واحد الشركه اخرى هذا جات عندي كونطرا ديالو غادي نصوبو شي 40000 درهم 4000 يورو سيدنا متاكد انه فاكتوراه بشي 40000 ولا 50000 من حق الله يعاون ما عنده الكلاينت لا لا فاكتوراه حنا السي ام اس درنا ودرنا واحد الباك اوفيس انا كنفاكتوري كلي اون هكا سيت شتي عندك ا مو قلبتي مزيان سينو كنحيدو من عندي من ديمو البرود ديالو حدو ليا ديالي مالوغوزمون سوكتو يا ربي اسمح لي من الفرونسي اللي هذوك كيعتبروا ما كيخلصوش اللي برا في الفريلانس الدوليه ديالي ما بقاش كنثق نحط عندي السيت عندي انا حتى كيدوز ليا فيرمون كنعطيه ليه صافي شفتي عنده ان مو كنمشي معاه اش وقع في الديكليك ضربها شي 6 شهور ما صباش انا صوبت داك الشيء ونعرفو صوب غير كنقول دابا هاد الشركه ديال الالكترونيك اللي في فرنسا ولا بلجيكا اش بغات بهذا السيت تخز بعد الفلوس وكذا وهذا غدير به كاع جا البريستاتير ديالي صيفط ليا قال لي هذاك السيت اللي كنتي صوبتي شحال هادي راه طاح اون بار بغيناك تصوب لنا شي حاجه شي موديل خلينا ندخل الباك اوفيس على برود حتى كيبان لي كيسالي الشهر ب 150000 يورو 200000 يورو ونجري عنده قلت له واش الكسيتي صوب كيدخل لهم 200000 يورو في الشهر قال لي اه قال لي بلا اشهار حطوها ديروا لاب وداروا في الكتالوج قلت الله اكبر شي فيه الفلوس وكنقول دابا فرنسا ما شرا 2010 بحال هكا كاين ديفيكتيف قلت انا 10 سنين غيجي هادشي للمغرب ما راس الكوميرس طرطق ان فرونسي كيسري وحنا تابعين من الفرانكوفونيين مزيان تما انا نزقق البرود الاي سي او داك الزير الاي سي او جوجل مابقاش كيخرج هكا دغيا قلت خصني نصوب هنا مواقع ديالي في 2010 اكزيتيف تبارك الله عليك عيالي بابا تما ولا جوجل دانس ولا باندا باك باك كيضرب لك كيضرب لك البيراميد كامله كانوا نفس السيرفر اي بي كان سيرفر كامل بلي سيت ديالو طحنا حنا درنا علاش الله يعيد ما كناش اللي كان سبورت كنا في الجري ما هوك ما ما بلاك ما انا كتبغي تبروفيتي اي سيرفيس اي سيرفيس خديتي كتحاول ما امكن تقلب على شي قوال باش ما تخلص باش ما ديرش باش تخلص لي طابور وزناد وكتبغي الماكسيموم حدا بلقيتي شي فاي كتبغي حتى ماشي كتضرب وتقيس كتبغي تسمع تتعاقب بك وكيقول لك صافي الله يعاون ولكن الحمد لله ما كيبانكش من الايكو سيستم جوجل هذا عنده زوينه كيحيد لك الاساس ما يحيش الجيم يحيد لك هذا ويبانيك واه المصيبه صح انا كنخصي يحيد لنا الجيم كنخصي يخويك يخويك الانترنت كنا كناخذوا سيرفر من كيم سوفي بحال كنا كنويش كنا نخرجوا فيه على سيت المهم نمشي باش نقيل الوقت ما غاديش قدنا لا لا كاين لا لا والله الا كاين الوقت ما وصلناش للستارت اب لا لا ولكن لا لا هادي اللي خلاني نمشي للستارت اب هذاك الديكليك اللي شفت هذاك السيت وشفت هذيك كرامين كتا ليكوس وكمره كنقرا امازون شراو هادي هذا حتى بحال ملايين الدولارات كنقول ويلي شي غيجي للمغرب بلاتي خليه بحال مع راس نبدا بدا كنصوب شي حاجه كانت واحد الطفره ديال الحمه تاع لون دومين بو ام ا تاع الشهر غير ثاني موطو بو ام ا فواياج كلشي كيشري بو ام ا تحلات الانيختي ورحت لمعرف تيليكوم واحد كي ايبرجايز امين ايبرجايز جينيراسيون ديالنا امين اركا تكنولوجي هاد من الاولين سبقوني في لا كرياسيون تاع لي زونتربريز تبارك الله عليه امين هذاك ما شاء الله و حمزه مشاو بعيد في الابيرجم المهم مشاو هما كاين كانت الحمه صوب 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 لي سيتاتيو كيتصوبو تاخذ الورد بريس داكشي صافي مع 2000-3000 درهم ماشي 30000 حيت البيزنس كنصيفطها عباد الله كنقول لهم هادشي اللي كاين مثلا لي كونطا دو مانتينونس اللي كانوا عندي شي 4-5 حيك البيرو كاع لا فيجيتي وهبطنا للداون مزيانه هذيك الساعه قلت لا بغي بغيت حتى واحد خاص يكون عاد يطلع عاوتاني كان الداون لا فيجيتي وستريسي كتكون هكا كتدخل الفلوس
ما كتبقاش مركز في البيزنس اكثر تبقى مركزين في دخل الفلوس اوغ كو راكينين وحدين اخرين مركزين في البيزنس كيجيبوا افكار جداد لعيبات هي فاش خرج هاد وورد بريس اكزاكتو انت باقي واحد مع داك البيزنس ولا كنت عندي واحد السي ام اس صغير حيت الكليون تاعي كانوا بحال لي زوبيل كنبدل ما اللوغو الباك اوفيس لوين ما تخلص طورت هذاك انا وليت انا عندي سي ام اس لا صاص لا تقول راه حكمت اكزاكتو اوغ كو راه الناس الاخرين نورا تا هي ديفلوبي تا ما ماشي كيما بوحدك في العالم ما كاينش هاد المايند سيت برافو عندك الغساله انا ما كنعرف واش الناس اللي كيكونوا كيديروا شي بيزنس بغي ديفلوب في البيزنس ديالهم ولكن كاين ابغريد ويدير ابغريد ابغريد غبي مو يقرا ميس حتى الدومين تاعكم مثلا ما شاء الله راه كبير دو سورتو دابا دغيا امور ايوب عشاش حتى كنتي تيك توك كاين نفس الشيء حاجه اخرى شي غيشري شي بقيتي تما دابا كاين واحد النقطه فاش كتلونسي شي بيزنس ديما كيكون عندك واحد الفاكتور هو اللي كيخليك دير ديفيرونسياسيون علاش كيدور في الصوب هذاك الفاكتور الا ما كنتيش انت اللي ملونسي البيزنس كتعرف تحطو بجوج ديال لي كريتير بيرتينونس او لونجيتيفيتي بيرتينونس هي شحال كيضرب في الصميم البيزوان ديال المارشي واش غير كيحداه ولا كيجي في الصميم قد قد وشحال لا ديوري اللي يقدر يبقى قبل ما يوصل عليك واحد الناس اخرين كاع المهم اللي عندك اليوم خاصك تكون حاط لهم هاد الباروميتر حيت كل نهار كينقص كل نهار البيرتينونس كتنقص حيت البيزوان كيتبدل ولا لونجيفيتي كتنقص حيت الاخرين كيجري دونك خاصك ضروري ديفلوبي حاجه اخرى كرف غدا حنا يلاه ولا عندنا المايند سيت ديال خلينا من الرن ديال النهار كل نهار الخدمه شنو هي خاصك ضروري يكون عندك شويه ديال البيلد البني واحد كيبني سيلول البنيه اللي كتشوف قدام خاصك روشن ديفلوب برافو حنا في كونسي بيزنس وصافي دارت الماكينه كتقول شوف الحمد لله لا غوسيت ديلي بعد كيجي كي راه سي درنا حنا الكونكيرون ديالنا ما نجيولوش هادشي درنا حنا الكونكيرون تاعنا اللي غنجيو ليه بهذا المايند سيت كانت عنده كان عنده ديلي بيزيكس بقى يجمع الفلوس لا غوسيت حنا مشينا لانفيستيسمون وفي الار ان دي وديفلوبين حنا نجيو ليه برافو هذا ايفيكتيفمون انا شي كنقول دابا وي فازي قول دخلت الدومين ديال ستارت اب ستارت اب قلت انا الناس كيصوبوا البو ام انا غنشد ليا لي دومين زوينين كلمه كنسميها النكع على البريميير فاش الدكتور بو ام حيدو ليا قال لك ممنوع هذاك الوقت كنت نشد كان عندي لي مويان وعندي الابيرجومون كنشري بالماس بالبلك كنشري رخيص بو ام حيت انا كنت اصلا لي كليون كلشي كيسمع الامين باش معنا حمزه كنشوف شويه رخيص جو جير تري بيان كنشري نشري الدومين سيت واحد زوين كان عجبني وهذاك هو اللي تصدمت فيه وعرفت بان ستارت اب لا علاقه مع الكلاسيك بيزنس هي ماسونتي بوان ام قبل الموطيع هذا قبل ومن ثم نفس عاودني على ماسونتي بوان ام الناس خصهم يفهموا انك راك سيمبل والفشل اي خسرت فيه فلوس شي زعما غير كلشي ناجح كان عندي ماسونتي كان عنده علاقه بالسونتي بالهيت اوف كورس وكان عندي الاخر عنده علاقه بالفن سميتو ماغافن انت ماغازين دو فن ماغافن بوان ام هادو ماغافن بغي وقفتو حيت شفت لي موراجي في ماسونتي الهيلث صعيب لاندستري تاع الفارماسيوتيك صغيره ولي بروديكتور قلال ابلي باغ ديزامبورطاتور كيبيع لي فارماسي كيخدم مع لي ديليغي سير نتا يقول يعطيك الاشهار ولي انديكسي كي ما داكشي شويه الضوم ممنوع عليهم الاشهار ممنوع في التلفازه وحنا ما كانش عندنا ممنوع ها كنت عارف بان الاشهار ممنوع لا قلت اوبورتونيتي قلت انا ممنوع عليهم التلفازه داكشي الانترنت محلول حتى الانترنت كما كتقولوا نتوما في فيديو جريديك عيش يديروا شي قانون سلوكا قال لي مشيت عند الاول جاب لي السيد صديق ديالي رونديفو مشى عنده كاين الانترنت داكشي ما هي سي فغي حنا كنخدموا بليزيمان كان شي سوليسيون سيري في جبالنا لا قلت ما كانش البيتيوبي شنو سوليسيون بروفيسيون انا نصب لك موقع يدخل المغاربه بزاف ثم صونتي للاسف كنت فرانكوفوني تكلخت صح كونسوبتي صحاتي جاتك راه حيح يقدر لا دير ما صونتي ولكن العربي ديفيسيل صح لا هاد القضيه العربيه راه عندو فيها الصح ما يمكنش كنتي تفكر 2010 تقول بان سيت بالعربيه غينجح وشكون قوانا ما يمكنش هو انا من المنبر حسان هاسبريس بدلك قال لك العربيه لاسبريس ولكن عانا ما شاء الله وتبعناه عرفنا بان العربيه وتما العربيه مشات انا عندك الميستور تاع الطوموبيل كيفاش العربيه ولات البي ام دبليو كذا عندنا الاشهار بالعربيه باش كتجيب الشاري فكرني في هذا السيم العربيه القوه ماشي عربيه اسمحوا لي دارجه نقيه ماشي عربيه دارجه نقيه ما كنقولوش طوموبيل ولا سياره ملي نوصلوا الموتور غادي نفكرك مرحبا الله يعطيك الخير هذا ما سونتي كان واحد يعني شيك مالوغوزمون وخسرت فيه شويه الفلوس وفقت وتاكدت بان راه ماشي اي حاجه نخسر فلوس في البدايه
كما قلتي انت دقه دقه بشويه بشويه. كان عندي هذا وكان عندي مونتور. اسمح لي على هذه القضيه ديال ما سونتي عاوتاني كتجي حتى لونفيرونمون ديك الساعه. دابا انت فاش جا الاي كوميرس وبهذا الدومين وهذا بحال كتشفنا امريكان ارض مجهوله باقي ما فاهمينش هذا الاي كوميرس كيفاش راكب، باقي ما عندكش هذاك الريفلكس ديال انك هذا السيكتور ديال لا سونتي غندخل وغنعرف بلي راه فيه ميديكال وفيه باراميديكال وفيه لي كومبليمون اليمونتير وفيه بزاف الحوايج. ولكن في 2022 سير تفرج لي كومبليمون اليمونتير ديال الاشهارات ما فينيش سير شوف هذاك ديال الشين وهذاك اللي دا كيليفريك من برا في 3 ايام اخي. انا جوج د المينتورز ديالي كاين عندك ايد مايلت كيديروا المينيموم 400 مليون دولار في العام من السابليمنت، وكاين عندي فريسي اللي كيدير 200 مليون دولار في العام من السابليمنت. حيت احسن حاجه فهاد لي الشك ديال عبد الرزاق انا قليل فين كنتلاقى مع هاد لوكا هذا شي واحد فشل حيت سابق عصره الاول قبل الاخرين وداك الشيء. حاجه اخرى خويا كتب واحد لو بوين مهم مهم تونتوراو لي كونسلتون. انا عمري ما كنت ان فري كوميرسيال تيرا ديما كيجيبوا لي انا كنت تريتون في ايامات ويب معروف عليا واعر في هاد الحاجه كيجيبوا لي الاخرين لو بروجي وكنقنع ب 4000 كيبيعوهم ب 10000 دائما. هذاك ما سونتي سي لو برومي كونتاكت افيك الادفيرتايزين حتى اللي هو الاشهار اشهار ديريكت بريميوم كاين اللي كيعطيك بانير ويخلصك عليها حتى الاشهار كندير ادسنس ادسنس فولاتيل دونك جوجل مهنيك الروبو كيحط لك هذاك الشيء اللي مسلكك كيمارش الكونتوني تاعك وكيعطيك كيتهلا فيك. هبط وليت مني كوميرسيال بزنس ديفلوبر ديفلوبمون ماشي مشكل وانا ندير ايش كون نريح قلت زك اخطاء تاع هذاك غنستافد منه ونرجع للطوموبيل موتور بوين ما خديته ديك الساعه. الموتور بوين زعما ما جاتش هكا كاين انت لا ما جاتش هكا انا حتى الدومين اللي عزلت اللي كيعجبوني هذاك الصونتيك هذا الموتور. علاش الموتور واحد التجربه زوينه كتبان شي طوموبيل الجولف كار اللي قلت لك خد الباتيرو ماروك حتى هما كنحييهم واخا ما مساكن ما بقاش عندهم البروجي مزيان فاتيرو ماروك هو اللي كان عقلت على خا وكان وكان 2010 2011 كان نشري الطوموبيل كنقلب عليه كان ورا بادي 2003 هو كان بادي حنا راه موتور بوين ما تسجل الدومين في 2010 ما بدات حتى 2012 يعني شحال على الفوق تاع الوقت هو كان دريسي المارشي ولكن القضيه اللي كانت ابغريد الميسيون انا با ابغريد لي سونسي تبقى في الاي اس بي ميم بار اي اس بي اكس قديم وكنت شفتو كان ثقيل وما كيخرجش في هذا وانا كنقول مع راسي انا كنطرطق لي زيت كنبيعهم بالثمن ديك الساعه كان يوزر اكسبيرينس اللي كنديروا انا شي حاجه واه دابا راه علاقه تقدامك شي فوقته كان شي حاجه وتخفي المود شارجا وتشد زوين ملي غادي نصوب موتور بوايما كسيت تاع الطوموبيل ونتبع البيزنس موديل ديالو. شنو البيزنس موديل ديالو؟ فاسيك حطو انونس ولا بغيتي تخرج ليه ولا تخلص افيكو دابا داكشي داكور هذيك الوقت بداها وكنحييه لانه هو الوحيد اللي اعتقل مارشي. علاش سمعوا مزيان هذا قلت لك كلاسيفايد بيزنس اخر على الاي كوميرس. للاسف حنا ديال بيتيت انونس انونس في المغرب عبر ما كان بحال برا برا نهار الوقت طلعت الانونس خرجت بالفلوس تخلصت بان في الاعلان تبان في الجورنال وكان ثقافه تاع لي زانونس عندهم برا بغي يخدم بغي يبيع طوموبيل في الجورنال اللي عندهم تما. ملي جات الانترنت ادفانتاج شي بسيت العمالقه تاع لي زانونس في اوروبا بتعرف واحد الحاجه الانونس كيدير لي مليار دورو في اوروبا دابا بيزنس موديل. هاد الشركات العملاقه الضخمه اللي هما كانوا هما صحاب افيتو صحاب كذا على برا نهار جاو ملي داروا الانونس اونلاين دغيا نشرو من عندهم الانونس حيت كان الثقافه كانت مارسي مارسي ماتو حنا للاسف صديقي هذا صديقي تجدير من الماروكانوس من 99 ودير الانونس فابور الله يوفقو كان خدام بالادفرتايزين الادسانس والبريميوم كيجيو عنده ولا في المغربي الانونس ايكال فابور اخي شحال ديال لي زانونس فابور الاول تحط كذا ما جا ما كيجي واخا التليفون وكان بوحدو وكان عملاق واحد انا باقي في الجوب واعر نعم انا كنقول لي بحال هكا حيت من ان في سي حتى شي واحد طلع نونس كنتهلا فيه مع ان في سي شي واحد في زانونس غنقول لا هذا اللي زوين لا فيغيتي خلات حدود 90 هو كي هو المارشي كيكبر وكيكبر مع انونس ايكالا غراتوي انونس فابور كتلقى اب ديبوزي انونس غراتويت ديما انونس ايكالا غراتويت في كي وورد ملي باتيغ ما 2003 حتى هو دار فابور كان سبيسيز ملي داك يبيع في 2007 حصل ولكن تبارك الله عليه واخا هو كان كونكورون تاعنا تبارك الله عليه لانه بدل المايند سيت زير لي هذوك تاع الطوموبيل الكراجيس بحال تفابور تخلص تطلع صفر الاول باتور وكان كيجيب الكولز كيف الورد اللي ليس الكولز كيجيب لي زابي انا جربته مي جربته بان نقلب فيه يعني ثقيل قلت له غنصوب شي حاجه احسن من هذه وكتعب البي اش بي وبلا اي اس بي وكان سي اس اس 2 يلاه خرج وداك الشيء زوين وها كل كيشعل السيت موتور بوان دابا طلع لي في الويب ارشيف هذا ماشي في الموقع الوقت كان شي حاجه كل وقيته حطيت لي زانونس فابور اش كان عندي في سكيلز كان عندي الاي سي قلتو علاه
زيد واحد 4 دريات كانوا عندي وحده مراكش يلاه عمرها دار سيريوز مهمه هاد القضيه ديال سيريو مهم كنت اشوف لي زوطيل شي سي فيني ما نزريش عليك صحاب ليا موتور بوام نطابي اشتي فواتور اوكازيون مرسيدس في المغرب تخرج انت الاول سيت مقرب قلت لي هادشي اللي عندي كنت تيخرجك كيخرج الدار ندير هاك شوف وفات ليا ماروكانو صباتو والله الا نجي باش عرفت طارق الموتور دروج شرشاقي الله يرضي عليك هذيك اللي فالوزت لونتربريز عام 10 مليون دولار انا جاي النقطه راه موتور بوين متفالوريزي ساوي لانه كيخرجوا له في جوجل هذه مزيانه فكرنا هذا البوان لا حيت اي حاجه دوزتي في الباركور ديالك بروفيسور ما ضبعش قلت لها حاجه وحده باغدو قطعتك غير ثاني قلت لها البلاك يعني البلاك تيبس وكشي من نيرون امشو على نيميتا هذا حيت بريميوم البراندينغ وستارت اب وكنفكر انا غتكبر افيكتيفمون استراتيجي ديالها كندير واحد رود ماب ديال كنديرو هنا نديرو بلوغ هنا نكتبو هنا لي فورم هذا باك لينكس مسائل اي سي او السيت نكثرو المو هنا كلي بزاف نديرو ميساج هنا نديرو فاتور ماروك هنا نديرو اوكازيون افيكتيف شويه باق هو الاول معنا الكلام كيفاش هذا الوقت تقريبا 3 شهور باقي جوجل متقوب ديك الساعه 2011 باقي تلعب في يوتيوب باقي جوجل دانس كيجي مره في 3 شهور جوجل دانس ما كاين واش الله بدا شي تغيير ولكن باش ولا هو لو بروميير سيت دوطوموبيل في لا حيت انا قلت لك في الاي سي يو اللي هو الاول في جوجل خدا تم بوست انفيستمون شحال جبنا المستثمر الاجنبي تقريبا مورا بشي 3 شهور سالينا اتس اون ابوت ماني لا ولكن شحال باش بديتي باش ولا من 2011 تقريبا باش بدا سيت الدومين في 2010 ما بدا ما ولا رقم 1 2015 ولكن اخي عبد الرزاق قيسنا 4 سنين ولكن امتى فغيا الموز 2015 دخلوا الفلوس ولا ولوا غير صبر غير صبر دابا واحد تجي يسمع دخلوا الفلوس ولا ولوا ولا تجي يحيد لك كاع دوك المجهودات تما لا مهم يقول لك اش جابوا قلنا دونك الفلوس هي المهمه لا ماشي الفلوس علاش عطاوك الفلوس انا جاي لك دابا انا كيفاش هو بعدا كان خذا الصداره لا راه خذا 4 سنين خذا 4 سنين في الاسيا ليكسبيريونس اللي عنده شي 10 سنين قبل وبالفلوس وبالخساره تاع ما سونتي لان ما طيب الخساره تاعي اللي علمتني شنو ندير شنو ما نديرش ما بقاش كنصوبوا لسيد العباده ولا كنصوبوا لينا والفلوس ما عطاو الفلوس حتى بان لهم راه زاكدا هادي مزال يهضر على عنده حلقه هاد العباده عجيب لا لا هي فكره جا ندير بها وستارت اب في 2011 2012 الفكره تاع ستارت اب ما كانش ستارت اب واقعيين غير اسامه عمار فرنسا كنقول ستارت اب ستارت اب كنتفرج فيها ديك الساعه كوداتا ستارت اب كان شركه ديالك متخصصه فيرتيكال كتما سبيسياليزي سيت سبيسياليزي هذاك موتور بوام اللي كيخرج جوجل مزيان ولكن فاش كاين فايت ان كونكيرون فاتور ماروك عنده لاكسي ديريكت الناس حفظوه كيطابي فاتور ماروك بانكا او كيديروا في جوجل فاتور ماروك دونك جوجل امبوسيبل يسبقك انت لانه هو في الدومين تاعو الموكلي ديرك 70% ولكن اللي كيدير فاتور ديال زال باشير عشان كنا زاربين عليهم حنايا نخرج الترافيك اللي كيجي داك كيكبر السيت خلعني اكبر او اول موقع نكون انا مابيرجي سوا ديالي سوا ديال الناس كبيره وليتي كان بارطاجي ايبرجمون مع سيرفور دخلت واخد لي سيرفور ديالو سو لي شارج ويبو هابطه والاسنس ضعيف بدا اشنو مشكله تاش هذا بدا لو سوكسي تاعو يقتلو النجاح ديال الشركه تاع البروجي غيقتلو باش كنفكر باش كنوبتيميزي لي شارج هذا نحيد الميدان نحطها في شي ايبرجمون اخرى نحيد لي فوطو من هنا بدل التكنولوجي ديال الكاش ديال كذا بزاف د الحوايج باش يلاه ولا نقول سكاسك هادشي خصو شي وين انا ما تخدمش بوحدي على هذا هذا موتور بوان ما يحلب ليا كاع داكشي اللي جمعت وساعه يلاه تزوج دابا ديك الساعه كان عندي موتور بوان ما كان عندي شي عام الله يحفظك كان عنده شي عام مد من برك نوجه الشكر للزوجه تاعي والام ديالي كان المساند الرسمي عاش معايا هذه الفتره ديال الهباط وطلع الفلوس ما كيناش كنسال عباد الله وخص انفيسي في ان بروجي وجديد واول مره غادي دير ان بروجي ديالك انت وتخرج ودير جميع لي زيتاب غدير الديفلوبمون الكوميرسيال والماركتينغ وكذا انا كنحدي حد ديفلوبمون فقط تكون على عباد الله كيمشى خي السيلز والسيلز يعني ملي كندوي على شنو كنتي انت هو الكوميرسيال ولا شنو اييه هنا استعملت شويه عاوتاني هذاك السكيلز ديالي اللي عندي ومشيت هذا المجموع القادي قلت موطور بوي ما خاصو الفلوس اش خاصو خصني انا نحيد الادسنس اصلا كان كيجيب بزاف دي ميزات ماشي كيخلص والو وشركه ولات عنده ناس خاصين بك يديروا الاي سي وعنده سيرفور ديال ديك الساعه كنخلصوا باش خلص الاورو الاو في اش كنقول لعباد الله شي خلص الشيء وتعطي لهم هنا بالدرهم قيس عا باش حينا المشكل من بعد مع الاوفيس جوج ولا كنخلصوا داك الشيء اترافيغ ان فيرمون ملي شافوا بانه راه فريمون خصهم يحلوا سينو غادي الفلوس غيمشيو والو هذا موضوع اخر كبير دارنا معاهم حتى هي مزيانه
ملي كان المشكل مشيتي قلبتي لوفيس دو شونج هضرتي معاهم وقلتي لهم كذا وكذا وكذا ولقاو لك شي حل قال لك جبنا لا فاكتي بروفورما وكذا وكذا وهذاك لا كاين الحل خصك تقلب افيكتيفمون لا المشكل ولا بغينا نخلصوا فيسبوك اي بغى يكون غيعرف هاد القضيه انا نخلصهم 60000 دولار في الشهر قال لك لا خص خاص بالبري كارت حنا باقي ما وصلناش لين ديريكت مع فيسبوك خصك ديبلوكي واحد الصوم يبقى نوصل فيلم مشيت عندهم انا شخصيا تاع الرباط عطاني دوطاسيون سبيسيال ديال البنكة باش نعمروا لي واحد لاكارت انا نوصلوا لهذيك لاكارت يقدر اول مره وجيت تدخل عندك ما عرفتش ما عرفتش شي زيا قال لي دوكارت قال لي دوكارت تاع 200000 درهم 200000 درهم وبقات الصوم يشاط في الدوطاسيون الحمد لله ما وصلناش لها راه ماشي عطاونا خدينا فلوس غير قال لك يلا هاك صفر رزقك هذاك آه باش الناس اللي يفهموا دوطاسيون تاع اوبيزون كتقول لك ها انت عندك فلوس بالدرهم نخليوك تصرف بالدولار على برا تخلص فورنيسور تخلص كليون ديبيند تما موتور بوم خاصو فلوس خصني نمشي نجيب الاشهار قال لك ودي لا الاشهار الاسامي ديال لك واه كاين واحد الاشهار اخر ما تبيعش الشركه تاع الطوموبيلات تقول لك تعطيك الاشهار طلع هادشي زوين ساهل كنقلب كيفاش حال كيتباع سي بي ام 50 100 درهم من داك الوقت كذا هادي مشيت صات واحد الرونديفو قدرت نعطيها قدام سي بي ام كوست بير ماي يعني الكو بار ميلي تافيش على باني 1000 مره كيعطوك 100 درهم احسن من الكليك احسن من سي بي سي ولا سي كوست بير ولكن لاك بريميوم 100 درهم ما كيعطيوهاش ما رحت لكم عطيقا انو كيعطيقا لكن كيوصل معك 100 درهم سي بي ام لي كومبان فوتاسيون جينيرال اكزاكتو حنا بريميوم سمعنا هاد القضيه هادي مشينا كنجريو قلت شكون انت كل الشركه الاولى اخي اللي مشيتي صعيب لان غنتعاملوا معاهم من بعد لا اللي بلوكاوني ما نقولش لا اللي بلوكاوني ما نقولش شركه عباره عندها فواتور لوكسيوز مشينا عندها سلام سلام السيد راه مشى راه تبدل ما بقاش سي نورمال انا عندي اخي عندي فواتور لوكسيوز ما نقول لا ماشي داكشي لا لا عادي باسكو هذاك اللوكس يبقى هو اخر ايطاب لا غير ثاني وما كاينش ما كيمشيش كاع الديجيتال انا جاي لك راه خليه من بعد الديجيتال مشيت عندو السلام السلام درت لي على سلايد كادا موتور بو اي ما كندخلو عندنا الشاري ديالك الفيتي با 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 كاجا يقول لي اش الام اس ان ما كنديرو كاع هذا شي ام اس ان كيما شريف ماشي شي راه السيت انتم عندكم السيت دخلت السيت لقيتو لا علاقه مش تسلع عقلك صافي سمع ليا ايشيك نيميرو ان كوميرسال جاجي كانوا لي فيزيتور تيقلبوا تيجيو مثلا عارف مثلا شحال ديال الناس كيقلبوا عليهم تيجيو عندكم الزيت اه بيان سور علاش كنمشيو عندنا بلي ساتيسيت كنمشي كنقول لا مارك فلافي كيقلب عليك فلافي يعني من غير ما خونا زرق وا بعيد شعرو بيض من هنا ديناصور قديم شي دا اي سالي قال لي ام اس ان يعني صافي قال لي شي ام اس ان انت قال لك انا الشاري حنا عندنا البورتفوي تاعك صافي سي فري عندو البورتفوي لا فامي الو جات لا نوفيل فلان فلانيه جات دي اخو راه قديمه المهم حنا فهمنا بان القضيه حامضه ويتصل بي واحد السيد صديق ديك كان صوب لي سيت كان دوك تاعك واحد المجيب الاشهار ما الاشهار عندك ما الاشهار اش كدير شات لا مارك راه مارك ما كيشوفش الاشهار ما كيعرفش صوب الطوموبيل ولا جيبهم من المال ويحطوا له الثمن راه كاين واحد الاجونس دو كوم اللي شاد البيدجي باين اش هاد البيدجي باين هما اللي كيشريو لهذيك الشركه فين داروا الاشهار دونك ما كاينش مع لا مارك مشيو لاجونس على خويا باش تعرف كل اجونس اش من ماركه شاده قصه هذا واحد ما بقيناش في ديفلوبمون موتور ما بقيناش نيتورك وشكون عند شكون ولي فامي شاده فامي وكل امبورتاتور كيعرفوا دخلت الاخر عنده اجونس وجي قاع صاحبي وصغاي واحد العروسه عمرني مشى عندها معروفه هي السبع مش تعدى بلا ما نقول لهم ندير الراس الكبيره ما تجيش تصرف عندها واحد ربعه ديال واحد الجروب عنده ربعه ديال لي مارك لي بيدجي كثير فلوس عطاك الفلوس غيخدمك سلام سلام واخا قال لك اش عطاك الفلوس انت ولكن ديك الساعه افيتو كنت بخير ديك الساعه بخير وافيتو وكاين هاش باش انت وكاين فواتيرو ماروك اش تعطيك بانير جبتي الجديد من الاخر جيو لا فالو حاجه ايوا كنت دير الخدمه طرافاي دو بلوس باش ما كيخرج بون دو كوموند ربعه ولا خرج خمسه واخر غير غوتو عليه بصح ديك تي غادي كنت غادي ناقص تقول درتو بجي بحال هكا لا صافي حاتم مول كونتاكت اللي عندي ناضي وداك الشيء مزيان وكذا ولي سلايد وكنزوق وهذا وعندي كذا وقال لك الشيء عندك مزيان ما كذبوش صراحه راه كنشوف كان براغماتي قال لك عبد الرزاق هذا الموتور باي ما رائع ولكن راه كاين فاتور ماروكو كاينه بخير او افيتو اش نعطيك انت قلت ما عندكم الحق لا غادي يدير لكم الخدمه ولا مشيتي عند الكليان يبانيك الاجو مشيتي عند الكليان كتبكي عليه يقول لك عمرو ما بقى يجاوبك هذه ايتيك هذه عندهم واش راه راجع لك الديسرابشن اللي قلنا ندوينا عليه على شاد لي لاجونس واش درت لهم من بعد تبعضح شوف ها بالخدمه والله شوف انا ما كنعطيش اول ما كنت بوطفا با بوطفا دابا انا في اللايف دخلت واحد يقول جزع معيط الريال حيت انفو تبدا كتقول بانك انت عندك موفيز كاليتي غنخدم بالكاليتي وغتوخسو انفيستيسمون غنحط لك لابانيرز غيجي عندك الطوموبيل ووكين غيجي عندك
سبحان الله ما تعرفش الدراري اللي تيكونوا مدوزين الداب لي زاجون تيبغيو شي يعطيو شي حاجه باش ياخذوا شي سيرفيس حيت انا عندي لا كاليتي انا جي انا ما كاين معايا انفيستيسور لا والو عقش بان القضيه خاصها الفلوس علاش الفلوس باش نجيب لي كوميرسيون باش نبقى محافظ على السيرفر اب باش دير شي الماركتينغ باش حيت حدا بالك الاول تاع فاتور مارك كمورك علينا راه هو الاول علاش انت دونك تحيدو ما بقاش هو الاول باش تولي فيرست فيرتيكال ان موروكو هي الاولى تبدا هذه دوي معاها ديك الساعه هذه عرفنا بان خاصنا الفلوس الشركه فلوس قليله دونك داكشي ضعيف فاي توتال صافي دخل في الحيط تحبس انا الاسوسي خصو يكون عندي نرجع لاسامه عمار هو الايدول ديالي كاين فرنسا كذا حتى هو دخلت عند واحد نادويت معاه الله يجازيه بالخير وكان عنده واحد الفيديوهات كان دار نفس التجربه في فرنسا كان باع شركه حتى هو دار لو فيتمون قلت كنقرا كاع ديك الفيديوهات كنشوف لي زارتيكل تيك برانش ماغني دابا خرجت وامضى ديك الساعه شكون يسرى شكون شكون كيخلص على شكون برا قلت قبل ما ندير برا عطاكي المغرب كما يسمى بالبيزنس انجل بي اي بيزنس انجل هو واحد الانسان هو بالعربي تعرف اسوسي شريك غير هو كيعطيك الفلوس وكيكون تاعك في الرود ماب ديالك يقول لك ها كسير تلاقاو فينا الاخر العام يقدر يكون اكتيف يقدر يكون اكتيف ومن الاحسن بلا ما يكون اكتيف لان غيخلعوا لي شيفر راه واحد كيتفرج فيه دابا راه يجي عندكم الاربع راه وقع عليه هذا الشويه هذا الشيء المهم ها هو يجي عندكم احسن بي اي الا كان باسيف خليه يعطيك الفلوس ودير معاه الاخر العام ونديرهم مشيت عند الاول الثاني الثالث هادو كيانفيستيو ولكن نقول لك هذا الشيء تاع الدكتور عبد الرزاق انا ما كنفهمش فيه بغيت ريال استيت الاراضي التيرا شي حاجه في ام مسجلتو شي ماكله كذا نموتو معاك اما هذا الشيء لا بغينا نعطيك شي 100 ميل دونيشن اي صاحبي قلت لا تدخل معايا في ربح وخساره وخصوصا ملي كتقول لي ترى كيخسر كيربح مورا 10 سنين كيبدا يقول لك وزيرو الريال قلب صافي قضيه حامضه واش هذه كيتعرضوا لها بزاف ديال الناس فاش كيديروا البيزنس ديالهم هو انه ما كيعرفش يحسب لا ليميت ديالو هو لا ليميت ديالو هو فين حدو كانسان ماناجر اونر ديال واحد البيزنس حيت واحد الوقيت البيزنس الا طلع في السكسي بزاف لا طاي ديالو الحجم كيولي كبر من كتافو حيت ما يمكنش يكون كيزيد كاع لي ديسيبلين وما يكونش كيميتريزي كاع داكشي اللي خاصو يكون اللي خاصو يدير باش يدوز للنيكست ليفل ولكن اخي مزيان هادشي طرا ليه هادشي خلاه يزيد يديفلوب هادشي اللي قلت انت عشتو شي دابا كون كان كنت بصح معاك على داك داك الموضوع عطيني هاد الجمله هادي ما كنتش نخسر بزاف غنمشي غير مول نقلب على لي غوسو انا كنجرب على راسي كندير داكشي انا والله الا مشيت خدمت ديش بوز مشيت 5 دقائق غير باش ندور تبارك الله وصل على النبي هاد لي زانفورماسيون اللي عطيتك هاد التجارب هادو لا باش نخرج الافكار اللي كنقول ملي خرجت بواحد 3 ولا 4 الافكار ناضين الاولى هي انه الموديل ديال ليستوار ديال عبد الرزاق فيها واحد الانسان ماشي سطحي فاش كيبان ليه شي حاجه غادي يدخل عليها ولا غيبداها ديطاي كينزل كيهبط كيقلب كيضيع الوقت في الخدمه كيهبط كيشوف ديطاي ما كيبقى سطحي ماشي بحال واحد كيجي كيقول لك انا بغيت ندير واليت ايوا زيد ستار ثاني هادي ستيج هادي جاي هاد اللعبه هذا انا معجب بك شي غنديو عليه لا شفتو كيشوف جوج فيديوهات ايديا ما كندخلش في الديطاي باش نحكم سي دي بي بصح ثاني حاجه الا شتي لي الباركور كامل بحال اللي وقع في ليبيزود ديال الشقر ديال زاهد ديال يونس وانا دائما كيكون واحد الناس تلاقيتي معهم في واحد لوقيته وكيلعب واحد وقالوا واحد الهضره في واحد لوقيته وكترجع وكتلاقى معاهم وكيديروا لك هما البيفو هما كيخليوك تبدل الموديل وتبدل دونك النيتورك العلاقات ديال الانسان مزيانين والليدي الثالثه خاصك تدور بيك لي كومبيتونس الناس مزيانين اللي يخدموا معاك كيفاش جبت السيده ديال مراكش ولا فاش انت فاش كتبدا الرحله ديالك ما عمرك تقول غنمشي بوحدي نجر معايا ناس ما تطولش واخا كاع توصل ماشي شي حاجه كبيره غادي تغدر بزاف وكنرجعوا لديك الفكره ديال جيري السكسي حيت السكسي الا كان الا كبر عليك البيزنس كيكراش انت في السكسي كيكراش دونك سوا تمشي تخدم على راسك باش ديفلوبي كومبيتونس جداد راه خدم على راسو فشي 3 ولا 4 ديال لي زيطا فاش مشى خسر على راسو الفلوس باش يتعلم شنو هو القانون المالي والفيسكاليتي والقانون الجبائي وداكشي كامل خسر على راسو الفلوس باش يمشي يقلب يديفلوبي سكيلز ديال البيز ديف وديال الكوميرسيال انفيستا الا ما كنتيش غادي ساير هذيك الشركه اللي غتكبر وداك البيزنس اللي غيكبر سواء انفيستي في راسك الا عارف عندك لا كاباسيتي انك تاسيميلي داكشي مزيان تفهمو وتخدم فوق ولا
خاصك العوين معاك الناس، خاصك البي اي يكون اكتيف ولا باسيف. الا كان بيزنس كبر منك خاصك بي اي اكتيف لي اورينتيك ويعاونك. الا كنتي تبارك الله بحال عبد الرزاق كتقدر تاخذ انفورماسيون وتعالجها وتخرج منها لي بلون داكسيون ديالك وتدوز للتيران وتبدا تحط وتخدم وتبني، ديك الساعه حتى البي اي ملي كيجي يهضر معاك، البيزنس انجل ملي كيجي يهضر معاك ولا لاسوسي ما كيقول هذا عارف الحلقه الاخر الفيلم اش غادي يدير. هذا الشيء اش السيد اسمح لي قطعتك اللي وقع ليا من البي اي ملي جيت عنده لو كلاسيك بيزنس انجل كي امبيسيوس اللي معروف لكن ميتريزي هو ولكن كان باكي قرار فلاح حال جا عندي واحد صديق كما قلتي سكند ادفايس الموست امبورطون في هاد الجورني كامل قال لي لا عبد الرزاق حتى الدوله كتانفيستي اش كتقول؟ قال لي راه واحد الارتيكل صيفطك شحال هادي في الايميل كنت مابقاش عاقل على دار لا اب في الايميل طلعت ايفيكتيفمون ام ان اف ما انفيستين في صاحبنا البطوله وداك الشيء وكذا في هذاك الوقت قال لي جي كي انفيستي في التجربه كيامنوا بخساره خمس سنين كذا وهذا يلا بغيت نمشي عندهم صراحه ما مشيتش الا موش الدوسي البزنس بلان العبيط اللي كان في الوقت غندوي على البزنس بلان الحقيقي اللي تصوب من بعد وين قام دايرين انفيستي في سوق افير سوق افير واحد سيت كونكيرون تاع ماروكانوس هذا لا لا يعني ما يقبلوش الكلاسيفايس في الطوموبيل لا سوق افير جو بونس بعد 6 mois الحجه الافيتو داك الشيء جوك الدار وانا جاي كيصور تاع افيتو كيفاش حنا تدار شي بان لي شي بان لي من داك الفون الله البطوله اللي بقى كلشي ما شاء الله ما اسامه لا صنديد انا اسامه كنتمنى انه يحضر واخا اسامه عينا مع اليوم واش نقول جي لا اسامه واعر انا باغي نبقى حضر هذا شخص واعر كتعرفو مزيان اسامه المهم هذا حيت لونتربرونور تا هو كيلعب دور كبير ماشي 100% انا ما اتصلت به حتى شجي لا شجي والله الا اتصلت به قال لك لا خويا البطوله الاسطوره تاع البطوله واسطوره المهم ما شاء الله هو اللي فاليد البيزنس فاليد البروف ديالهم هما كوم كورا اكزيست انا بغيت ندخل باتي سوق افير نرجع اللور بقيت كنشوفش عليه بونك وداك الشيء كيعطوك الطو كذا وانا ما عنديش مع عليه طو هذاك الشيء حيت قلت صافي جيب لي ستومب قلت لا المغرب كاين في شي شركه عملاقه في مجالات اخرين يعني كيجر المستثمرين وديك الساعه ني داخله سميتو دخلت بخير تاع بخير من عندكم صوت تاع بخير بخير كنت تابع شي فساد لو بون كوان فرنسا هي بخير في المغرب نفس الجروب كنقول هي شركه عملاقه كتانجي في الفلوس مواقع بزاف كانوا تما خارج المستثمرين البرانيين داخلين في المغرب المغرب اتراكتيف المغرب في شي حاجه كتجبدهم اشنو لقيت المغرب في احسن حاجه توتال اودونس كتفرج في الميدل كلاس موين صافا عندنا دوك كياكلوها ولكن راه كاينه بالاوف شور وداك الشيء صافا كاين الناس كيشريو تليفونات كذا هذه كلشي مضرب على هذاك الميدل كلاس ما كاينه هاد الميدل كلاس كتجيب انفيستيسور بزاف الميدل كلاس هي الطبقه انا بقى نطرح لك نبقى نطرح اسئله بحال هكا باش يفهم هي الميدل كلاس هما الطبقه المتوسطه شي 10 مليون 800 مليون في المغرب هما اللي عندهم واحد القدره الشرائيه متوسطه كيقدروا يدخلوا للنيفو تاع ماشي لوكسري جودز ولكن يدخلوا ما فوق المتطلبات الاساسيه كيشريو طوموبيلات يمشيو للسينما يمشيو ميغارا ما يشري ايفون يشارجي 3 جي شركه قال لي واحد السيد انا كنت كنطرح انا السؤال اللي بغى يحمقني علاش الشركات الكبار كيجيو تنصدروا في برافو انا جاوبتك انا ويقول لي هذا الجواب هذا وقال لي فراس قال لي حنا بحالنا تقريبا بحال الناس ايفيكتيف هما صك ساعه عندهم بلاصك لا هما شنو وقع لهم برافو عليك هما العدد ديال 10 المليون ديال الناس اللي طبقه متوسطه 20 30 تقريبا عاد جوميه سبقه تما باش هنا علاش ايفيكتيف فودافون كاينه تما وكذا يعني مهم هذا الميدل كلاس هي باش خدمت بها باش قلت له فيترو انا نجي لك سلايد على الميدل كلاس لا مزيان هذا جواب الطبقه المتوسطه هي اللي كتطلع لك الانديكاتور هي اللي كتطلع لك المعيار ديال الكونسوماسيون ديال البلاد هي اللي كتطلع لك وكلشي مضارب عليها شي الصين والصين الانديكاتور ديال الكونسوماسيون ديالهم راه كان كل عام حتى 2015 كان ما كيفوتش 5-6% لانديس كونسوماسيون ولكن علاش ما عندهمش شي حاجه سميتها الطبقه المتوسطه كاين عندهم يا بزاف فلوس يا الطبقه العامله الكادحه هي بدات كتكون الطبقه المتوسطه عندهم لانديس كونسوماسيون ل 27% هما يطلعوا في لي دروا الدوان مولا مارشا باش هما يطلعوا في الجامعه مارشا مارشا ديال بصح فهاد برافو سريدا هاد القضيه تاع ميدل كلاس انا فوكسيت عليها مي صراحه لي سيد فهمتها وانا نقول ندن اتاكي ونصب ان تري بون ايمي اون انغلي بيان سور المهم مسكين تاع لونغلي خرجوا مع الخدمه مع الاجانب وداك الشيء ومع الكشاج اللي كنديروا معاهم كتبت واحد الايميل مزيان حنا شركه هل تحت هذا الشيء عام اش
لا لوفيت فوق دابا الاكستيريور كندوي دابا انا صافي غندير اتاكي نابروشي على برا لي فيسيز الكبار هذه استوار هي اللي دابا نعاود ليه الوحش استوار الوحش 2000 بديت 2014 لاخذت 2013 صافي 2014 عاد خديت الفلوس لان باش تاخذ الفلوس عام قبل انا جاي لك هذه اللي غتسمع تاع لوفيت فون برانيه وكيفاش الحمد لله المغرب عنده سمعه زوينه راه خارج المغرب خاصها شي واحد يوصل لهم ويقول لهم الحقائق كاين اللي ما عارفش انا سلايد الاولى كنقول لهم فين جا مروكو ملي كنت عايش اخاي في تايلاند مروكو باش يقول لي وير ار يو فروم مروكو فين جا تقول لي موسكو جود لا شيري ماشي موسكو مروكو لا هادشي اللي كتحمل فيه المسؤوليه لان الفوكس ديالنا حنا فين كنبريزونتو المغرب غادي لوروب غادي ميريك اكزاكتو ما تنشوفوش هاد الجهه انا شفت كلشي راه كيفاش درت الطريقه تنلحب حتى الشباب اللي كيبغيو لو فيت فون على برا سي فاسيل بيت ان بون ايميج كون انا سكو جو في الفوركاست ديالي بغيت نوصل ساهل انا لونتربرونور اكس ولا قلبوا عليا حتى كناخذ الميكرو بزاف في زونيفرسيتي كندها البيرسون على ديك الساعه دابا عيط قلبوا عليا كيلقاو ساعه كان في اي فيديو اش كنمشي بزاف انت خير بدو انت في لايف كان معاك انت ومع الدراري اللي بحالنا عمال كيضربوا عليك يقول لك افيكتيف اكزيست هاد لا بيرسون هاد لونتربرونور كاين موتور بوا ما كيسولوا ما اليكس او سيميلر ويب كيقلبوا ليه غير كاين كيبقى انت الفيجن فيجن ديالك اش بغيتي دير بغيتي هذا غندير كذا غندير بريميوم غنبيع لي زارون با 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 سي بون هاد شدهم في البديه اش درت مشيت واحد لو سيت سميتو وامدا دابا سميتو ماغنيت ولا عارف منو ماغنيت وامدا اش كيدير هو البارومتر تاع لي زانفيستيسمون اترونجير في مينا ومينا كاين المغرب كنشوف كاع الشركات لي زانفيستيسور الكبار ولي تيكيت اش كتعني التيكيت بحال كيدخلوا في اقل حاجه في راس المال تاع الشركه انا بغيت خاصني ديك الساعه فوق 100,000 دو 100,000 وقتها مقدر 100,000 حيت البيزنس بلان ما كانش عندي سوليد ومولي خاصني وي انفيسي او بيت انفيسي في المغرب باش انا يكون ديجا عندهم تجربه عارفين المغرب كامل لا شي كيمياء وبقيت كنصيفط هاك 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 بعيش صراحه لانك يبان لك لابيرت ومزوج وعندك وليدات وانت صافي ابوس في قصوبي صافي عباد الله هاد اللعيبه مزيان عندك واحد الحافز اللورتي حافز ولي شارج صافي بديت امامكم والبحر صافي بديت كان ويبوك بقى عندي دي كيلكو كليون كيخلصوا بدا كيقلال كيقلال داك الشيء وكذا وهادي وهادي حسيت البريود راه صعيبه هي اللي هي كتحكك علاش حيت حنا كنا عايشين ماشي مرتاحين كنديفلوبي من 16 عام 17 عام تحمل لك شحال الساعه عندك دو سومي في البونت عندك غولف كارت بوحدك وكان عندي الشعر حنا كندور على الدور المطيرين ديك تيسقوني لي زاريفيست كنت لي زاريفيست من بعد حيدتهم جد ناس اخرين ولكن واخا هما زوينين وكيصليو وداك الشيء ولكن فيك المشكل محدودين ما فقد الشيء لا يعطي ما عارف اصطر كاين واحد النظر لافل اللي خصك تمشي ليه تو هو انت اللي حاكمه فينا هاك اصطر يا ويندوز هذا وجه هذيك معناها توكن اباوت واه وانت عايش بك الحال وبعد الخساره القهوه حيت صوبتي الايفون دم ما يسينو المهم هذا هي ديك السيمو شنو وقع ليا قلت خصني نخرج نجيب الفلوس من برا شكون اللي هميزات اللي حفزني اكثر هذيك الساعه هميزات ما شاء الله عليه الركاب ما انا ها برافو ديالك جاب 2 مليون دولار سا ميغ جابها شركه مغربيه جابت من تركيا وكذا جاب 2 مليون دولار تبارك واو اتس وركس علاش انا ما نجيبهاش يلاه عليك الساعه باش بالسترايكر ولا مدى صيفط ولا هادشي اللي والله الا عبد الصخر ديال الجمليه تقول هي سبب هاد اللايف اللي حنا فيه دابا انت شفتي واحد دار واحد العيبه وقلتي راه هذاك مغربي دارها مالي انا عندي تخربيق انا لا مغربي زوين الا دار واحد نديروها كامل والشعب زوين جاب 2 مليون دولار بوغ سميتو مالوغوزمون بوغ لوي ولكن فرصه لي فور ذا ماركت ان الاخرين جاو شويه عشان مجاهدين هذوك الاخرين هما اللي راك عرفتي جاو جوميا وداك الشيء وديك الساعه البيزنس هذا محقو محقو الركاد دابا راه لونسي ما شاء الله عليه راه كاين في الامارات انا هذاك اسيت هو اسيت شي هو اسيت الحمزه لقينا هذاك مره دبي لا هذاك مشى لوصل لي ستارت اب اخرين عاش مشاكل وحدين اخرين لا تبارك الله مشى لدبي لا ريجيون الهب المهم شفت هذا شفت هذاك شفت شي واحد اخر انت ما دايروا له فيديو عندك وانا نقول والله تنصيفط له صيفط الايمينا صيفط لكذا لكذا المهم 100 تقريبا شي سبعه اللي جاوبوا المهم 7% دابا دابا راه سي كان شي حاجه دابا الحمد لله زوينه هاد الكونفرجن ريت غير كونفرجن عليهم حشت عندهم الاول دوي معايا في التليفون قال لي هلا ولا ما فهم كذا كذا قال لي اش كدير بالضبط كندير كذا 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 قال لي شحال التورن اوفر ديالك قلت لي ماشي بالك هذاك الساعه الشهر المخير كنديروا 60,000 درهم كيكوز كاراجيت كيخلصوا مقاتلين مخير شي ضعيف ومصاريف ولي شارج يمكن داز واحد الكونترا مع تورش ميديا خذوا معنا داكشي فورتي تاع باش يعاونوا لي شارج كيعاودوا يبيعوا وما قدرش نبيع بريميوم ما قدرش عليه عندي لي كونتاكت ما قدرش نبيع الاشارات صافي ضريت على نجيب فلوس انا صوصي جاوبوا واحد تاع دبي
مشيت الطياره مشيت عنده باقي لي فون القدام كيتنصق خلينا ندير اخر حاجه واحد كيلعب البوكر هي الخمار شراك انت تقريبا لا ستارت اب غتوقف ومشيتي لدوب مشيت رحت على غنعمر نعمرو معايا شادو قال لي شحال خاصك قلت ليه شي 200 بحال هكا خلينا نديرو بحال قارين شي ناس دبي قارين زي اماراتي قارين خلاف طرف الانجليز قال لي حنا كان المينيموم تيكيت عندنا حنا 1 مليون دولار ميت خاصك 1 مليون دولار عاش ما عجبنيش الحال ما بعد عرفت علاش لان هما شركه فيسي كبيره ولا عطاك 200 غيصرف عليك بحالها باش يجي ليك هذيك هذيك الانترفاس اللي تما اللي غيدير معاك الريبورتينغ والكولز ويدير معاك داشبورد هو غالي انت عطاك 200 غيصرف عليك خصك تاخذ 1 مليون باش دير لي واحد الاوتبوت تاع 10 مليون في العام ما شحال باش يلاه يخلص هذاك في دي فيديو قرايه انا شبكش عارف ولا تعلمناها مؤخرا اش هي 3 سنين ولا 4 سنين هو وما تيستافدوا اخر لما تعرف عملت مش واخا عنده الفلوس راه ما انفيستيش معاك لانك انت صغير خصك تكبر واحد واحد ستيج واحد لابل باش كيدخل معاك قال لي سير بحالك مشيت عند واحد فهمت في انترنت انترنت سيتي عمر عندهم بحال تكنو بارك عندهم فيلات اساس راح الدري اللهم بارك عندهم ستارتاب كتكبر كيعطيك فيلا سيروس كيقول لك سير وجيت للبحر جيت للبارم تيقول لك عيش مش عند واحد تما راه عمر دار عنده الميديا نعرفك عليه الغيث انا الدومين ديالك قال لي عبد الرزاق كان شي حاجه نعيط عليك مشيت دو معايا يلا موطرز تما كانوا في دبي بحالي قال لك بدي صراحه حنا راه بحالك ايديترز لايك يو واخا ما كانوش انونس لا بقيت مويدو معايا واحد المعروفين في المغرب القصه مزيانه عرفها شباب علاش قلت لك عمرك تخون عمرك تعق جي في النص كون في جيلو لا واحد الشركه عملاقه راه كنا في المغرب عند الفروع تاع لي زانونس صوبات الموقع تاعها هي .ma وكان داخله في النيجر وداخله بزاف تاع الدول عرفتي غتجي للمغرب تاع هي تاع لي زانونس اوتوموبيل وتاع بحالنا بحال موطور هذاك الوقت ماشي دابا درنا ماركت بليس شفت الدومين تسجلنا وصيفط ليه بروسبكتيتو هلا وهلا ما فرم كدوي معايا فرونزي سميتو انونغ بونجور بونجور عبد الرزاق وي راه حنا تابعينك اون فوسوي راه غادي مزيان وكنا فاتورو ماروك كذا شنو بغيتي بيان سو دار مع ماركت ستادي قال واحد الجمله بالزربه وهذه راه سقطت كي شفت الدومين مسجل يعني داير في داير عارف شي ضرب جنابه المهم سميتو كارمودي .ma صحاب لا مودي وتعرفهم صافي تعرفهم من بعد هما بيني وبينك اتس بيزنس انا بقى فيه الحاج اللي وقع ولكن الحمد لله وقف لي موراج لا مزيان تعاودت الحمد لله تعاودت هذا مهم احنا عارفين عبد الرزاق دابا يفك قبل ما تجي 1 مليون دولار وقعوا المشاكل تخيل معايا هو داخل في الدوامه هو عارف ان البيزنس غادي يلحق والشيفر دافير ما كبيرش و او ميم طون خاصو يزيد يكبروا باش يوصلوا لواحد ستاد باش واحد اخرين يبغيو انفيستيو عنده و او ميم طون خاص الشركاء اللي كاينين في المغرب والبيرسونيل اللي خدام معاه ما يحسبوا ما يحسوش عند الفالور ديالو ديزلو نقول لك واحد القضيه رايضا عجبتيني في هذا لو بوين ايماجين واحد البرودكت كنبيعو باش بعوض ضحك انت الدومين موبايل عرفتي باش عتقت واحد الوقت واحد كلكم مو كنبيع لي جو في نوكيا سيمبيا جا واحد الوليد والله العظيم كانوا كيخدموا بجي في ام موبايل الجو سي فاسيل كتدخل بحال الريسكي اللي كاين في جوجل بلاي كنا كنديروا شحال هذا كتجي كتصوب واحد الدوسي ايماج كتبدل ليه وكتصوب هذاك هذاك السيرفلات كالدوسي كيخدم وهذاك الشيء اللي كيدير الماركت بليس اللي قلت لك معروطانه وداك الشيء كنبيع ليه هذاك الشيء كنكيخشي باش عتقنا شويه دوك باش ما يجريوش عليهم علاش حيت سون دو كاليبر ابغيدو معايا عرفتي بحال ولاو مصوبين على حساب المايند سيت تاع البزنس ديالو عقليه تاع البزنس بعدا شي واحد اخر وتا هو مشى ما عندوش فين يخدم يخدم ديفلوبر راه يطول لي غادي يديروا ليه لا لا سمعت مرحبا جا عندي هذاك الجروب فرونسي المهم جروب راه ماشي فرونسي هوك فرونسي دو معايا صيفط لي ايميل قال لي شحال خاصك هذا كذا قلت له نقدر نتلاقاو نتلاقاو في اوتيل ريحنا بحال هكا كيفطر المهم ما عجبنيش لو بيان كاش غادي تسالي عندي واحد الابيل كاش هو كيفطر كان المهم كاين لي فرونسي ربي تسمح لي انا جو سي تري تري بيان في لي فرونسي مي كيف البيزنس شي ريجيد نورك هرب ضرب الدوره جيت لقيتو ساره اي سي ان نون صافا بخير كلش لاباس قال لي باش شنو كنت واش كدير واش اللي كينوطي فيرست ميتينغ سي كياخذ نوتس ما تيتمعجبش الجهل ديالي في الانتربرونوريا كديش حد من واحد كيشجل كذا انا كنعطيك نبين لكم كوالوس وي ار ذا بيت ونا حنا في شكاد كياخذ المعلومات ايماجين انا في لي ميتينغ ديالي تاع لوفيت فون ديما انا كندير ريكاب انا ملي كنسالي انا كنصاوب ثانك يو فور اكسبت مي وكذا وكذا هو نصيفط لي ريكاب هلا وعجبني الحال ودخل معايا في السيسي شي 10 عطينا ندير بلوس معلومه انا مسكين كنعطيه شحال من كراجيس عندي شحال كيخلصوني شحال كذا باقي غير كندير بي في الداتا داتا الان دي اي هذاك الشيء تري امبورطون كنصيفط لي معاك كنصيف 2 اور كيصيفط ليا سون انتريسي فرحت الله صافي بليزير غنولي جروب انترناسيونال راه كيف المغرب ضخم حتى انا مزيان حتى انا التايتل تاعي سي او اوف هذا باي فلان شي بغيت نتخيل او ماي جاد شي واحد
شوف راه ما كيخدموش معاك بانواع انفيسيو معاك، كيخدموا معاك باش يمصوا ويدخلوا يطحنوك في المارشي. ونا نهز فرانا مان الله راك درس الدار دوينا على غير البارح قلنا فاش كتكون يلاه بادي شي كيسوق فيك حتى واحد كلشي كيقول لك ما تقدرش ما ديرش حتى هي من بعد ملي كطلع لواحد الليفل كيقول لك مالو الصانع كاع، ولكن هي كتوصل لواحد الليفل كيجيو يا باد يا جود شارك. المهم شاركس لا ودخلوا تفهم دابا انا ملي تحت الانفستيسمون يا ربي تسمح لي دابا اي هاف ذيس مايند سيت ام بو كابيتاليست وليت كنحاول حتى انا ندير شويه هاد سميتو، ولكن والله الا زعما تتقادوني بارطاجي شي دابا حبس لا بزاف ديال الدراري باش ما يبقاوش انت جاي عندك واحد تيهضر معاك لا ما عطيتش لهاد الطاقه انا تي فرشوا ليه كل لا هما الطريقه باش كيتعاملوا معاك وزوين كان صافي هي التايتل تشرفت واش اللي كيبان لي حليت مشاكلي عندي واحد الصالير دو باز عندي بونيس في الاخر العام عندي دو فورماسيون في الطياره تاع انا عندي 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 تارجت ها هو جروب كبير وضخم كاين فيس كاين فيس تاع بورني خدام تي بورني وما كاينش سبيندي هي هذيك ونرجع ونقول واش هادشي خدام واش درتي روشاش لقيتيه في الصم لا واحد سيكتور واحد صيفط لي لا مره سيكتور ما جيتش بحالي انا بغيت تعرفوا انا كنت ندخل بصمه هذا صيفط لك في سيستم مغربي لا لا طالياني راه ما شنو كان معاه في هذاك السيستم شو اخي هذا كان معاه في هذاك الايميل واخا خرج من بعد في لي شون مابقاش مابقاش كنجيبهم كاع وافكتيفمون عرفتهم ان الطريقه باش كياخذوا ما كياخذوش بوغ انفيستير باش يديروا كوبي كولي لا تيفهمو ويقدر ما يديروش كوبي كولا وكيتاكدوا منك كاع 10 سنين في الدومين اكزاكتومون وموتيفاتني واحد الحاجه عرفت بان عندي السوليد عرفت داكشي اللي عندي كاين داك الاس اي او داكشي كيفاش كدير داكشي باش كن المهم هي اللقطه اللي قال ريدها البارح ديال نص الكاس العامر اكزاكتومون داكشي مريحت قلت عندي العامر عندي شي حاجه انورمال هادو هما المجوعين فوكس اكثر الا ورا كاينه شي حاجه عندي فوكس اكثر شويه راه ميم طو كيما قلت لك خدام في الاوبس في اوبريشنز كنديبي معاهم كنمشي معاهم حتى الكراجيت الا مشيت عند هذا واحد السي صديق تاعك راه في الكراج تاق فيا واخا كنجيب ليه الكورس قليل الفاتور مارك كان كيجيب هذيك الساعه افيتو يدخل يلاه بدا كيشوف المهم ادخلوا حيت مواخا مورا 1 مليون دولار كنا نديرو فايت ونخلي صحابك دابا يتعرفوا خلينا خير خلي شويه رجعوا دابا لا عاود لي الفي سي اشنو كتصيفط لهم مشيت عند خونا لدبي لا لا كله هذاك قال لي من الاخر باقي عندي الكونتاكت ديالو ولا بغا شي لك انت حاجه ان شاء الله شي وكانت حاجه ضخمه بزاف ان شاء الله اخي احنا راه ديجا بدينا الله يعاون الله يسخرك الله يسخرك شي حاجه ايوب ياك لا نوع عالي ربيعه هذوك ان في سي راه تاخذوا واحد لابوراتوار فارماسوتيكا مؤخرا باش تعرف ما شاء الله هي هذيك اسيدي مشيت عندنا وبلي لازي بل يا لازي شنو قال لي وهذه واحد هذه ماشي حتى انا واعر ما عرفت كيفاش كيجاتني قلت اجي انت نتي كي انفيسيو في مينا اجي شي واحد عمره ما انفيسيو في مينا غير نكون انفيسيو في ايمرجن ماركت حيت مينا شناهي ما دو ما دول متقدمه ما متكبجه في النص ايمرجن ماركت تورنمو ونلقى واحد يسمى فرونتي ديجيتال فونتور يلا تولدوا ضخمه شركه ضخمه تولدات من واحد الشركه كبر الناس تاع كاتشا جروب ضخمه ديك كاتشا جروب مولاه بحال بحال بيل جيت فلاز هادشي دلاز كاع راه حاكمين في صوت اوف ايجا ديك كاتشا جروب اللي دوي عرفتهم شادين كاع مواقع الكبار شادين ما كانتش شي عيبه فكرتي بلازي غير كان غتكون لاش كندير انا كنشوف شي لا لا كلشي على جوجل نيوز تلقى لا 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 غتكون شي لعيبه انا نشوف شركات اللي كينفيستيو في الشركات في الديجيتال وفي الكلاسيفايد وفي ايمرجن ماركت ويطلعوا لي هما طلعوا لي شي واحد اخر سميتهم اي كار شي حاجه بحال هكا وانا صيفط لهم هلاو هلاو قاعدين تعلمت فيها ميد الكراس وحنا كذا وانتم انفيستيتو هنا راه المغرب حتى هو بحال داكشي صيفط لي انا غران باترون قال لي مرحبا عطينا تعلمت قضيه تاع داتا ما نعطيهاش ما كنعطيهاش مني منك مني منك اش غدير تلقاو في امستردام وانا امستردام مع الدوره غنجي من ماليزيا كوالالمبور امستردام قلت لي امستردام شي نتقاد طلعت كنجري امستردام الرباط جعدكم هنا ما قرا قلت لي عطاك سيمانه في ذاك الوقت اللي عندك ويوم ولا ما كاين والو ما عطيتهم لا دوسيل عطيتها الايميل تاع هذاك لو غران باترون بيك بوس ما شاء الله دابا ولا اخشي ملياردير عطاني قلت له هذيك شافتها قالت طقت لي فيزا صبحت عليه في امستردام كان عنده واحد الكونفرنس كانوا هما سبونسور طان طان كيبغي معايا طان 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 هادي 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 بنتي عامر قال لي شنو القوه تاعك تاع الاسيا سيرش انجن اوبتمايزيشن حنا ما خصنا معنا والو
عطينا فلوس غانفيستيون في الاوبس في الديفلوبمون وحتى الاس ما غنديروش يا ربي اسمعي كل ما قلتش ليه راني جا عافيتك الدار مع بخير اه صافي بان الارت ديك الساعه ليه شحال خاصك هذا السؤال راه يضيع دوينا عليه ما قالش ليه 100 تعلمت من دبي خدي 1 مليون دولار الله يجزاك اللي خاصني ما 100 دولار ما قالاش تخصني مليار لا هذه مزيانه حيت داك الخيل اللي رفضك بون عطاك معلومه انا معلومه نقول لي شوف خصني 1 مليون دولار اش غادي دير صافي ماشي مشكل هذا السؤال الثاني اللي غادي يخلينا ابغريدي نخرج من ديفلوبمون ونمشي للفينانس قال لي كونتر شحال عطيناك 1 مليون دولار شحال عطينا في البورسونتاج ايكويتي ليتس توك ايكويتي شحال غادي يدخل البيزنس بلان كراشي درت طق والله العظيم اش غدير نشوف ماي كونسلتان وندير رجع مشي لقيت واحد صاحبي خالي كان كني من كيعاوني ويلي كان الكونسيت عندك دير هاد خالي صديق تاعك كيسمع فينا الله يجازيه بالخير هو كونسيتون تاعي سيف او تاع مونطور دابا كيعاونهم في افيتو و اون بلوس دو سا هو الكابيكس اللهم بارك ماناجر تاع اورونج اون بلوس على كيدير الكونسيت تاع ماروكانونس وداكشي توش كيدير جيتار انفيستيسمون هذا هو البرادر ديالي تاع في ام دي ايدام و قلت له كونسيت بيرتينا يرزق ما تقول لي والو ايش جيت ريحنا قال لي برزاق عرفتي قالت لي ديك الكونسيت كنا عطيتها لا علاقه خاصك ام بي بي في الكابكس في الاوبكس في البوتريزوري في شحال خاصك سوسانكو خاص لا فاريال في بزاف زعما هذيك اللي تخدم دابا شحال من تلسي غيولي زاد لي في الصالير وشحال راه سالي غتزاد عليا دابا حسبها غير شحال غيتزاد السيرفر دابا كتخدم 3000 درهم غدير لي خاصك حدا اخر بشحال هذا راه شي سهل عندنا الكابكس شحال خاصك الخدام جديد والفرطاجي شحال سي بي سي شحال غادي يولي شحال غادي تشري صافي ساليتي عطيني السيلز شحال قدرت تبيع وشحال غادي تبيع وشحال وشنو البرودوي اللي غتصوب من شحال او سخنت فريمون سخن شوف واحد البطه عمر ما خدمت لي مزيان اخي خدم شي بارتي والله زيره بالدماغ والله تاع شوف عرفت لي غوشات جوجل غادي تبدلوا ديفلوبمون بي اش بي لينكس ريد هات بغيت نقلب على البيزنس بس موديل والمشكل اللي كان عندي كنمشي للفرانكوفونيه وضعاف ديك الساعه في يوتيوب كاين يوتيوب صراحه ولكن ضعاف كان كلشي بالانجلش ولا حيل ماندل اونكل كيفاش صوبت وكيفاش هادو سيكون بزاف موديل سيكون هذا وشنو واش الفالو تاع لونتربريز وكيفاش وهذا وشكون ها باش نفهموا راه هو اللي كيصوب لي داكشي راه ماشي انا لا باش 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 كيقول سي خالي باش قال لي شي حاجه نعرف قال لي اش غدير دابا انت راه غنخدم معاك هذا صافي لقينا هكا وعدتك لي شوف هادي غنتهلا فوق هكا عاد نشدو على لوفيل بوان صافي تام مسكين تموتيفي معايا صراحه راه تولي هي تا هو سكسيس فيز تا هو بحالكم ماين سيت تاع خالي تا هو نو سيز نو شارج لا عمر لي خدم معايا باقي نقرا في القهاوي عنده في الدار وعندي في الشركه خدم معايا وكيحسب معايا وكذا ويدير هادي ويدير هادي افكتيفمون علاش باش انا نطلع الفالو تاع لونتربريز مينيموم 3 مليون دولار باش ناخذو 1 مليون ما فوتوش ترونسبورت لان فاتو 50% تاع لونتربريز ومشكل واحد الحاجه الفالو الاولى ما كانش 3 مليون حيت هما لانجيكسيون الاولى في البلان دانجيكسيون ماشي 1 مليون راه كيزيفطوها يعني كاين واحد الفالو عا باش كل اوبشن فالو عا باش داكشي معقد وعالي البحار ماشي ديالي كنصوب 30 مليون 40 مليون كنقول داير الحمد لله صافي راه الكلوزين تاع المون درتو من دابا تي خصك المشكل تاع دوك تايقين فيك كيقول لك ايميل يقول لك عطيني وصوف مي وليت السيد قال لي هادو عامرين شنو وصل معاك هاد لابارتي هادو عامرين تعلمت القلقه تاع هذاك السيد قلت لهم ان دي اي قاتهم مجدينا ان دي اي مسكانيا بان المعلومات عمرنا ما نديرهم كذا 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 صليت كوبي سكانيت صيفط لهم بغيت نعطيهم لي زانفورماسيون نعطيهم لي زانف هاك 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 الفالو صحتهم البي بي في تقريبا 3 مليون سوغ 5 اون العمل الاولى 650000 دولار 3 4 وكاش قال لكم طلعوا امريكي والله ما نيغوسيو معاه قال لي حاجه واحده الكول اوبشن الثانيه والثالثه والرابعه خصك دير تارغيت تاع العام الاول الثاني والثالث واه تيلعبوا معاك على التارغيت تارغيت ديروا غنزيدوك الفلوس ما غادي ديروش راه ما غنزيدوكش الفلوس هادو من هاد البيزنس اللي تيجيو واعي لا شو هادو ماشي باسيف راه اللي كان شي واحد فيهم المغرب كيسمعنا هنا راه دابا راه مراجع وانا داكشي المهم لا كبار واعيين ميتريز باش واعيين كانوا ديجا وكانوا انفيستين في لاسيفايز في لازي اللي بحالنا تقريبا هذه عقليه ديما السيمو تيعاود عليها عقليه لازي انا دابا حنا في التور طابل تما يقول خدامين على لا بارتي سي فينانسمون ديال يوك تلاقينا شي 20 شي 20 فيزيز شي خمسه اللي فيهم هاد العقليه ماشي هما تشد فيهم واخا التيكي تاعهم ضعيف ونزيدك عرفتي باش زوينه باردون عرفتي باش عجبتني كيقول لك شوف حنا غنعطيوك الفلوس تخدم دير التارغيت وحنا ما غندخلوش معاك في البورد انت يونيك سولو ونزيدك ادفايس هاي ريكومند تلك حنا غنقول لك وي هاي ريكومند ذات يو هاف تو دو ذات ما قولش كدير اوردر
مون فولي كاع انا بارو دووا ولكن ما غيبرصكش نفسانيا تقول لك شوف راك انت غادي بحالك سي ميو نقص من هادي وزيد هذا بحالو كيقول لك مون كان كومبليكيت انت كتاخذ هاد اللعبه ديال الصراحه صراحه ما طبقتش كلشي سوف تو واحد حيت حيت الشاز ولا كيمشيو ليا مع المؤدره والو ديال الداون اللي دوينا عليها حتى هما في سي كون ميم راه خصهم الفرصه باش يزيدوا لي بار لا وثاني حاجه ملي كنقولوا القضيه تقدر تكون بارتيكولاريتي عند عبد الرزاق فاش جرى هاد لو فيت فون كنتاكد من راسو شنو كيدير الغلط اللي كيقدروا يوقعوا فيه بزاف الناس هو انه كيبدا على الاحلام كيصايب بي بي مخيل فيه هو شي حاجه ما كايناش حتى لا طايد المارشي ما فيهاش كيجيو عند رضا كيجيو عند رضا هادو للاسف كيحلم شي حاجه ملي كتقول له انت هاد التارغيت واش متاكد منه كيقول لك متاكد ما عندوش طونجيبل ما عندوش لا باز تدوز شهور كتلقى الكاب على التارغيت 80% وماشي شي حاجه اكستيرن ها هو ماشي فاكتور اكستيرن ماشي طرات شي حاجه ها هو ما الى الى ما الكالكول دونك الواحد يكون واقعي مع راسو ملي كتكون سي ان اونغاج دابا حنا كنهضروا على المسؤوليه وكنهضروا على انت راه الهدف ديالك هو غيعطيوك فلوس ولكن انت غتعطي واحد لونغاج باش نلقاو نريد اكثر من هادشي باش بان ما خليناوش الناس دوفري عطوني تراست ما كيجيوش عطيني مئات الاف دولارات وصلنا 1 مليون دولار واحد الوقت ما كيجيش عندك تخلط في على التليفون تقدر انت ولكن كتقول هاد الثقه هادي ولا ثقيله هاد الحاجه كاينه غير عند الناس لا لا تتبع تلتزم امريكا دابا انا كندير لي معاهم لا شوف لا تقفك في الدقه الاولى صافي داز الفيلينغ يعطيك الفلوس غير انت خصك تكون عندك العامر حيت هو غادي يدير لي جات راه غندوي عليها راه زيروني من بعد حنا كنبقى ما عطانيش الفلوس كنت بغي يعطوك الفلوس الاولى وتشوف ديليجنس غير تولى عشان قلت لك برافو عندك تبدا ديليجنس تاعك تاع داك البروجي داز يومين غير برافو ديالك تكنيك تبارك الله عليك اشنو وقع صافي بداو قالوا لك وافقوا لي على البيت قال لك اوكي هذا الفاليو حنا متفقين عليه ولا درتي هذا لوبجيكتيف فلان فلاني وهذه ولا درنا كذا بدا بسم الله هذا تبدا الخدمه هذيك الساعه الشركه عزلتها موتور بوين ما بقى بقى تنقيه صار داكشي كتسنى غير تاع الروبين صافي واش شي دابا دابا هذا عاوتاني باش نرجعوا للحياه ديال الانتربرينور دابا انت كانوا عندك مشاكل كاينين دائما وروينه وكتقول غندخل في الحيط وخاصني رايز خاصني نرايز لي فون ونتقاتل والناس اش كيمشي لهم الريفلكس في عقلهم هو انه الا جا داك ال 1 مليون دولار الله ارتاحي الغلا بالعكس هذا بزاف الاخر كبر منه بزاف فلوس التراست والتراست عطيت التراست عرفتي ملي كتبغي تصيفط الرابور حاجه واحده درناها زوينه وكنصح اي واحد في الديجيتال هذه زوينه هذه من النصائح تاع خايب الاصدقاء ديالو واحد الاخ سميتو احمد بن جاس صديق ديالي تو سي اف او اورانج وكذا لا مرة هذا عطاني ادفايس الحارين يا عبد الرزاق شحال درتي في شحال درتي في البروفيت لوس قلت لي درت 30 هي 5 سنين بغاو مريم 50 انت خاسر زيد غير شحال درتي في الكي بي اي الاولي قلت لي غندير ما دير ما تدخل والو غدير قلب الكي بي اي ولا جبت لهم واحد الكي بي اي عجبهم في تارجت ماركتينغ غنطلعوا لان رقم واحد في المغرب ماشي اللي وعدتهم في العام الاول حيدوا فاتوره ماروك نطلعوا 1 ميل سيشن بار موا النمبر الكراجيست مثلا اللي فابور واحد غادي تريال فابور كذا العام الاول ارتحيت داز ابن عام في الموتور بوان لوبجيكتيف اللي عندك مع ماركتينغ والسيلز كتروتي كتراس فابور شي حاجه ملي كتصرف سبيند الماني بدينا نصرفوا جاو الفلوس بعدا صافي الحمد لله جا الترونش الاولى ديك لاين اوف اوفيس دي شونك ديال السيرتيفيكا البانكات طن طن اوغمونتينا الكابيتال طلع داكشي صافي كلشي ليغال مزيان صافي جو بو كاشتي جو بو سيني وي فاز عقب الضربه الاولى يلاه ندرو سبيندينغ هاك البركه باش نحيدو ديك 30% حيت ديجا عندنا الاس اي او ويد الضرب افيتو مع بخير في المغرب بواه والسي بي سي ويطلع كنت كنسيب جدريال الكليك في ويل ادوركس كان ادوركس ما كنتش كنقول ادوركس جدريال 0.01 تولى 0.50 مش دريال هاد الدريال دي هي ضرب شكل كندا واش دابا كان طياره وباقا طياره قال لي عبد الرزاق هادشي راه بزاف راه الحال عندنا كان عندنا في لوبجيكتيف عندنا الجول عندنا في البيجي تاع ماركتينغ شي 400 دولار 400 دولار تمشي من الاخر للعام فاش غادي نديرو قلت لي غنرجعو للاسيو تاعنا القديم و نسكتو الماطر تتفوت هاد الضربه غلاو كلشي غلاو بريميوم غلاو جوجل ادز ادورد غلاو بس اجيب الاي كوميرس كنديروها في بلاك فرايدي يقول لي الدراري استغفر الله خلي الوحوش يتصارفوا عرفتي افيتو ضرب ما بخير شكون افيتو هاد ليستوار مزيانه الناس اللي مكونيكتي على 7891 يعرفوا افيتو شكون شكون ليك افيتو اصلا سونسون دي سويدوا ماشي رواسه وبخير بوان ام اللي كانوا دي نورفيجيان هما صحاب لو بون كوان والسويد والنرويج تاريخيا بحال قلتي الانجليز وفرنسا قطر والامارات لا لا كيتنافسوا سينما كي سوفت باور كيضربوا على سوفت باور
زربت عليهم النرويج صوبات شيبستد عملاق تاع الميديا في اوروبا. السويد درت عند خلات السويد كطحن لهم في الزانونس ديالهم. السويد بقاو كيشوفوا. وهذا السويد عرفوا واحد المعلومه مهمه، السويد والنرويج من اغنى الدول الحقيقيه، عندهم كاش ماني، ما عندهمش لي زاسيت، عندهم فلوس، عندهم الكاش. اش داروا؟ ويعلموا على نورفيجيا. اول سوق اتاكي هو الروسي، شركه سويديه متاع افيتو كنا في السويد، صوبات الماركت افيتو بوان ار، وروسيا يا دوله عالم ثالث وبير، كيعاودوا لي دخلوا بقاو كيخبطوا الفلوس، يخبطوا الفلوس، مثلا الناس الصغار كياكلوا فيهم، تحكموها في روسيا افيتو بوارو تحكمت كوطا ودور اي بي او، هزوا الفلوس قالوا دابا من سقطين هنا هبطوا الدول الاخرين، ضربوا ميسرا افيتو بوان كوم، كانت ميسرا وكان في المغرب افيتو بوان، مي دخلوا قالوا غنسيو لي كومبيتيتور ما تفاهموش مع ماروكانوس، جاو قالوا شحال غطلع، حسبوا 2 مليون دولار يحكموا البلاد، 2 مليون دولار تقريبا، 1 مليون انفيستيسمون 1 مليون كذا، المهم الاخبار اللي جاوني سور ماشي سور، حيت هذا لايف المهم، وكان اثر خيس التلفازه دخلوا ليها، شكون اللي كان ساعه ناعس هنا شي 3 سنين وانا ناعس، هو بخير معامله بخير، كان متبع الاستراتيجيه ديالها، سلاو لي سلاو بايشو بالبرشور كان كياكل لي بارت تاع ماروكانوس غير بشويه تاك على الحاجه غير بارلي فرونسي لو بون كوين لي جير لي زميتو خلي المغرب ماركاس ايزون ريزون ايزون ريزون 100% اجي نشوف شويه كنكبروا بشويه كذا هذا على ما نشدو، ملي جاو افيتو جابوا الفلوس بزاف خصهم يحرقوا الفلوس بزاف بزنس بلان، خصهم يحرقوا الفلوس شد المارشي الاخرين، ما يسو التليفون نورفيج الشرفه خليتونا هنا في المغرب رجال كوكير اون دير او ماشي فلوس جابوا جابوا انزاد شوف 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 وانا عندي الاي سي وباتور ماركو ياكل العصا. المهم متى سمعتش كتبغي تقول شي حاجه قاطعت بغيت نقول لك اخي جيب لي المغرب فاش شي ساحه ديال المعركه صافي بليز صافي بليز يعني امبورطانت ماركت كيجيو ليك يضربوا لي راه هادشي اللي قلت لك على حركوا الميديا ولا هاد البلاد وحنا واش نصبك جاني بوندو كومونتا افيتو هذاك الوقت في موتور بوين في الموبيلي والله جيت شديته وعندي عندي لو راه عندي 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 فلوس عندي الكاش لو تريزوري فيها الفلوس وخديته حيت انا خصني كوميم ندير خديت باش نعرف حيت لاجونس اللي جابتها اللي كتجيب لي من بعد البريميوم اللي غندوي عليه خدمنا سيدي صافي بقاو كيضربوا وما يتلاقاو على برا كاينش كنضربوا حنا المغرب ماركت مارشي صغيور هما يفيزيونيو راه ما شراوش بعض فيزيوناو بخير مع افيتو تبارك الله عليهم وكنحيي الاكيب تاع افيتو راه سون دي ميور سورتو زكريا لو سي او تبارك الله عليه راه تقريبا من اللي فاهمين المارشي تو سامبلون داو تاو من الناس ميش فوالا دونك اشنو داروا مي فيزيونيو قالوا زغير مارشي صغير ضربوا لي اجي نفالوريزيو حنا لا بواط افيتو مع بخير واشنو داروا مي داروا الايتود تاعو درت طوب اوف مايند والايتود قالوا بان افيتو براند اكثر من بخير حافظوا على افيتو وايماجين افيتو انترناسيونال سميتو افيتو لا برا وفهم الكونكير بحال قلتي كوكا سات بيبسي داكور وفي شي بلاد بيبسي هي كوكا ديفيسيل ملي كانوا كيمشيو شي بلاد اخرى ما كيسميوش راسهم افيتو معروف كيسموهم شي بستاد مروكو هادشي غيكلفو الكونفيرونس لا تبارك الله عليهم سو تري انتيليجون فهاد لا فيزيون دارها وقادو وخرج وجمعوا لي زيكيب وخرجوا دابا تقريبا واحد الانتربريز اللي هي عملاقه في البيك داتا الله يوفقهم المهم خدامين غير ما حبسوا داك الشيء ما درتش الاشهار بزاف لا 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 بالعكس لا لا بالعكس انا جد عجبان القضيه مزيان يكونوا تنقولوا افيتو parmi les sociétés اللي ماتيو راه شويه ماتش لا عبد الله انتوا واش داروا المهم هما اللي خلاو عباد الله يخلصوا على الاعلان خسروا فلوس المشكل اللي كان دايره ماروكان في لي سي ام اس صيفط لي سي ام اس باش تطلع عاونوا موتور عاونوا موتور عاونوا فاتو ماروك في محل من حيث لا سميتو مالوغوزمون فاتو ماروك دار واحد لو ديل مع افيتو هرسو كان اللي ما كانش غير يدير ما كانش عارف هذا خطا قاتل دارو تنعاودوا لكم في الباك جراوند ديالنا كونفيدونسيال انا موتور بوان ما مدرش لو ديل قلت لا عندي الفلوس نحضر ايفيكتيفمون ضربت شي عار ثم جابوا الفد الاخرين جابوا هذيك الله يرحمها اللي كتغني با غلا عرفتي غير مشات وهبط السي بي سي ماروكا فري مونكلي فواتور وهبط عرفتي 00 باش عارف ان جوجل ما كيظلمش كاين البيض كيطلع راه ماشي الا غالي اي نو وات خلي داكشي غالي اوتوماتيك هبط انت كيعبد ربي كيشري عاوتاني قلت لهين ليتس جو اوبن با كنطلعو ها هو عندنا ترافيك طلعنا صافي سوغ لو شو حيدنا فاتور ماروك بو ريبوندغ على لا كيسيون ديالك الفلوس حيت كان فايتنا بهذيك لابارتي ديال سميتو حيدنا تما العام الاول درنا سترايك هنا للتارجت اللي ولينا الاولين في المغرب وعندنا البيج فيو طالع ممكن شي كاع زوين لي جولز ديبلوكا وليال
تكول اوبشنز كونك تست بحال يوم كيما انا بحال شنو كيمشاو لي بار مشاو 200,000 200,000 تقريبا انا عندي الداتا غنعطيها لك من بعد واخا ماشي لك شي حاجه لي كونفيدونسيال حيت كاين انديكسي هما عندهم في لابورس كيعطيو كلشي حيت باش عرف هاد القضيه هما باش اثر الجروب باش نقول لكم اف دي بي جروب عملاق جروب هو المقر ديال هيد كوارتر كاين في كوالالمبور ولكن شركه سنغافوريه ومكوطيه في الاي 6 استراليا يعني فلوس بيبليك تاع الاي بي او ديالو تما زائد لي العائقيه ديال تاع لا ريجون كلهم ان في سي دابا راه المهم لي استوار تاع مش عارفوا علاش كبار تعرفوا علاش دابا شويه ايفيكتيفمون صافي عطوني الفلوس تحت فراسي عرفت راسي انا جو بيغ دي زوبجيكتيف العام الثاني لا ميم شوج واحد كذا ويجي المشكل الثالث كنا نديرو فيه فايت التارغيت تاع الثالث سيلز خصك تبيع العام الثالث باش يديبلوكيو لك الفون الثالث خصك تكون بعتي بغينا نبيعو واحد الناس سون ساتيسفي با افيتو كراجيس تقول لي خلص باش دوز موتور بوين ولا ساتيسفي بيزانونس كاع كاين تحدي كبير كنا كنفكروا شنو شي تيمشيو افيتو ما تيبوش شي لا افيتو كيجيب لي زابيل بزاف نفس الثمن وانت سميتو كذا وانا نديرو اوت ذا بوكس هاد الكراجي شنو خاصو هو خاصو الكورس باش يبيع ولكن ناقصها واحد الحاجه ناقصها ماركتينغ ما عندوش بوتيكه في افيتو ما عندوش تصاور ما عندوش الفيديو عيان عندنا واحد الباكيج ما فيش غير لي زانونس يجوك لي زابيل صوبوك فيديو ديال بروموسيونيل صوبولك كذا نعطوك المعلومات نصوبلك واحد ممكن نبيعو كنزوقو شويه باش بعنا ايفيكتيفمون خدمات ولكن ماشي مع كلشي جي ستريسي لان عام قرب يسالي وما دخلتيش الفلوس الموتور بوين المستثمر كيتسنى ثم قال لك قولك انا خرجت العام كتصيفطي او تصيفطي الغابور ديال برافو الابيدا كيقع نيجاتيف درتي معاك شويه شي كثير تيقول لك اش هادشي اشنو درنا لقينا بان اللي كيشريو طوموبيل لي كراجيس اللي عندنا هما البريميوم اللي كيدخلوا فريمون لي زابي من الموتور بوين مولي عندو طوموبيل غاليين عندو بلوس كو 1 مليون ديرهم 500,000 500,000 600,000 اما دوك اللي عندهم طوموبيلات صغار سون لا جامون سارتيسيفي ميم افيك ماروكانوس ميم با افيك مضاربين معاهم وخرج دعنا الطوموبيلات باغدو قلت زكاز 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 شي ما خداش اون ابخي لا ديسيزيون لا بروميير ديسيزيون كوميرسيال حيد من لا بروسبكسيون كاع لي كراجيس صغار قال لنا تقريبا من 100% هبط 30% وركزنا عليهم كنديروا لهم تما داكشي اللي بغاو ويطلع شي فرد عفار ولاو كيخلصونا وكيخلصوا عليهم درج انهم عندنا واحد التحدي تبارك الله عفيتو عندنا واحد السميه ايماجين الناس كيتصلوا من عندنا كيقول لي راه ابي جاتني من افيت او دار في الموتور بوهيما ما كيتيقش حيت الانسان كما قلت لك قبيله جو اريفي انونس ايغال افيت ورا لقى عندنا والكراج حطها عندنا اجي درنا لهم هنا انفيستي في التليفون دوزيام تليفون كنعطيو التليفون حنا من عندنا بالملتنا نقول خلي عندك هذا لا سونار من الموتور ها باش يقولوا بلي معاه عينا عينا عرفت واحد البراندينغ ودير واحد الموجه الاخرين اش دير المغرب ايفيكتيفمون بداو ايفيكتيفمون والله الا والله حتى التليفون تاع موتور كيصوني كيحط لك مازيراتي كتباع حنا علاش حيت اللي كنجيبو حنا كنجيبو هذاك الشاري تاع داك الطوموبيل الغالي حيت ما عندناش لارناك اي واحد كيحط انونس تعرفنا في البريميوم وين حنا كاليتاتيف ولا موتور بوان ما كاليتاتيف شي غدا في داك يطلع وين في ديك 200,000 300,000 400,000 سيرجو دخلتي معاهم في الماتش الصعيب هما ليموبيلي والطوموبيلات جوج ديال لي ديال لي دومين داكتيفيتي عندهم هما عند افيتو هما الطوب ماشي الحوايج لا واش شي غدا في الطوب دونك وي الميتريز كي دابا عندهم لي سوليسيون دومين ثاني اللي مكلاسي عندهم من مور ليموبيلي بغيت تدخل لهم الصراحه ديك الساعه شوف واش كاين كذا وراه المشكل اللي كاين كنا غنديروا فايت اسمع لي ستور واخا هكا كنصرفوا بزاف كنسبانديو بزاف واخا انا كان حيت سبانينغ تاع الماركتينغ انا كان عندي مشكل في التارغيت يعني ما ديبلوكوش ليا واحد النيفو اخر دونك لا ديبلوكاش ليا انا شخصيا ما عجبنيش الحال لونتربريز ديال غادي يهربوا ما بقاش لاقين في لا كومباني قلت لها هادشي ما خدامش وري هنا عاوتاني درنا واحد الغينيون كبيره كنا حنا شي اكثر 13 واحد الدراري جايز يو نو وات غنخرجوا من الكلاسيفايت هنا اش كنقول ثم خدامش هاد لي زانونس بقينا بقى يطحن فينا الاخر حيت كوماش لقينا قال ما كنربحوش كاع ماشي كنخسروا لان داك السيد اللي بغى ديك الاكس اكس اف جاكوار ولا بغى ديك الفيراري راه خصنا عليه في الاس باش جبناه كيقلبوا قليل ماشي جبتي جمعتي من الفيسبوك جمعتي كذا باش جبتي باش درتي هذاك الوليد باش صونا عليه باش باعي عليه وانت عطاك 10 مليون غرام في العام انت خسرتي عليه غير باش تجيب لي الشاوروم ديالو خسرتي واحد 20 مليون غرام في العام يعني ماشي خاسر تخسر وكيخسر بزاف قلنا ما خدامش هذا البرودوي ما خدامش ماشي حيدناه خلينا خليت لي واحد الاكيب ديالو تلحينا الناف الناف طوموبيلات جداد هذه طفره كانت في 2018 عاودينا خير ترانزيسيون لي طرات الموتور بوما كيف في الطوموبيلات ديال الناف تقول لي الناف كاع تبيع طوموبيلات ناف الناف اش كيجيب كيجيب الشاري ديال الناف دونك بلا كان عندك في الاول كراجيست كيخلصك باش يبيع طوموبيل اوكازيون خاصو يولي خلص خاصه ما وقعاتش يولي خلصك لا مارك
تاع طوموبيله تاع النوف باش تجيب ليها الشاري اللي عندها. تحدي هذا تحدي عملاق ما كاينش. كل اللي غطريح مع سميه ولا اوطو دابا كنريحهم الحمد لله. غافور سيتي قلت شكون انت روح باش. رجعنا للوكا ديال الادفرتايز نديرو دي بانير نديرو اشهارات في موتور بوان تخلصنا لا مارك. كاين اختي عند لاجون لاجون كتقطر لك شويه وكذا وهذه وهذه وهذه. خذ شويه كذا راه كنعطيو الافيتو كنعطيو الماروكانوس كنعطيو الهيس بريس خورنا تيل كيل كلشي كيعطيهم. موتور بوان ما كتشيط لك كل كومبان في ماتونساج مثلا شي 301 كتجيك فيها 20 ملي غرام في الشهر. هذا الشيء من الناس وكيف فيسبوك اس كتاكل وجوجل اس كلشي كياكل. حنا ضاربين على ديك 200 درهم 300 درهم بريميوم حنا الا كناخذ 20 بلاش شارج عندي ولي بزنس بلان وفوركاست اللي كيتسناني ولا اللي شي في الجزوغيان حتى ما خدامش داك الشيء. ونمشي عند لاجونس وشنو مورايا عندي الكاش باقي الكاش كنت ربي مرتاح نقدر نصبر حتى عام بلا خدمة. قلت لهم الشرفه خليك تكون في بديت على اللايف غتخدموا معنا ولا ما يعجبكمش الحال. لا كدا مليش با لو سوليسيو مارشي با با بي با 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 محقهم راه هادشي اللي كنقول لوجيك ماشي اش انا نريح ثاني برينك ستورمين غنديرو قبيح ريحنا في الشركه قلنا دابا هاد لا مارك شنو بغات اش كدير يا اشهار في السيت كدير بانير عندك السيت باش واحد اللي كليكا يمشي السيت تاع بو ام اي يعمر واحد الفورميلير باش يدير تيست درايف وانا نمشي واحد لا مارك نيشان دير السلام عليكم لاباس بخير عرفنا لاجونس حنا درنا لاجونس حنا ما ديماش البرودوي اللي كيتباع في لاجونس انت كتخسري سمعوا مزيان حتى لوديونس تاعك كيسمعوا حتى الفلوس كتخسر لا مارك طوموبيل اي واحد في الايكوميرس كيخسروا فلوس باش يصوبوا لا بانير ديروا واحد 10 مليون با اكزومبل 20 مليون كيخسروا فلوس باش الشركه دير لهم الباين تمشي واحد الشركه ميد المال كتمشي عند لي سيت كيشري لهم فين يحطوا كيخسروا فلوس في ديفلوبمون تاع ديك لا باج على لاندين بيج زائد الاوبتيمايزاسيون ديالها موبايل حتى ثالث شركه كتدخل الشركة اللي كتصوب البانير كاكياسيون الشركة الثانية تعجبك رياضة حيت الضمير الثانية هي اللي كدير الباين بزاف طريبة ما شاء الله راه كاين شركة ضخمة كيديروا الباين الثالثة شركة اللي كتصوب ديفلوبمون بحال غيزاني كيصوب لهم هذاك ساش فيها 500.اش تي ام ال اللي فيها زوينة وكذا دبل ستيب تريبل ستيب حيد الانبوت حيد البوت كيقرا معاهم داك الشيء زيد شركة رابعة كدير لا كاليفيكاسيون غالبا كيكونوا سوند دابيل 20 اوتسورسي وداك الشيء الله يحفظهم لينا نخدموا معاهم صافي هربعة عابش يطيح الليف كاليفي للكوميرسيال عبدو ربي عنده تارغيت قاصح هذاك الوقت خصني ندير تقريبا شي 300 مليون في العام ولا شي حاجه انا باغي بيت بديت العام قضيه هامضه والتارغيت سيل 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 صافي الانفيستور كيقول لك سالي العام الكي بيرفورمانس انديكيتور يطلع لي انا هو الفونس دبر راسك بيع الطوموبيل تبيع الطوموبيلات ونمشي عند لي مارك كنت كدير هاد خمسه الحوايج نحيد لك ماشي عطاك انا السيد غيشري طوموبيل انا نجيب لك لاريست تاع فلان بالفلان من براك هذاك هذاك هذا باغي يشري عطاك الكوميرسيال نيشان انت اش كتقول قلت له قانوني قانوني سي ان دي بي اوني سيرتيفي كلشي راه اش غادي دير درنا حنا ديك لاندين بيج عندنا في موتور بوان دخلت دابا تبان لكم البانير حنا اللي كنصوبها الحمد لله كندير المشاكل سيمو قهوه كبير مزيان الاعداء ولكن انا عندي الكاش مرتاح وديستربشن اللي قلتي قبيله انا كنموج على الديستربشن انا باش ندير مع لاجونس كنمشي عند الكليون فين لا مارك ما بغيتش انا عايش هكا نو 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 انا بغيت نبيع لك ليد بريميوم واحد بغى يشري لك الطوموبيل اللي عندك انت اللي حاصل فيها دخلت لي في لافيشين فالور ديالو دخلت لي جهته مشاكل واش معاه دخلت لي البيزنس بلان ديالو والتحدي اللي عنده بيرسون هذيك علاش كنديروا ديك السيده كنعرفوا عنده في الماركت عنده مشكل مع الديريكتور كوميرسيال كنقول عليه كنقول له فين مابقاش غنقول عليك نعطيك لاريس كل سيمانه فيها 300 عطيها لي وانت اللي قولي عليه واحد القضيه تفهمها خلاص نقول لك استعبابا واحد القضيه واحد القضيه الخلاص كي كانوا تيخلصوا على بيرفورمانس على لي ليد اللي كاين هادي صافي قتلتي ليا صافي الله يعاون الله ولا بغيتي غير الموت تاع راسك ما بقاش ماشي قول لي سير هذا شفتي دي بيفو اللي خدام مع عبد الرزاق في الطريق فاش كان فاش كان خدام كاينين دي بيفو اللي مني بغا يديرهم لونفيرونمون ما عاونش لونفيرونمون كان بالضبط ما خلاهش يقلع ولكن هذا الاخر هذا التورنو اللي غادي ياخذ هذا الدور اللي غادي الفيراج اللي غادي يضرب الاخر حتى هذوك لي مارك ديال الطوموبيلات الناس راه كانت عندهم الجاكوار اسطوره من اساطير الاولين الاغراق الجاكوار هبطات حتى هي هبطات عند لاكلاس مويا دارت ديازال في الموتوريزاسيون مشكل عندهم حتى لي مارك بداو تنزلوا من ديك انهم راه براندات كبار وغير واحد لاكلاس وبغاو يبيعوا حيت دازوا من لاكريز دونك هذاك لو فيت انهم حتى هما ولات بيناتهم كومبيتيشن
وثالث حاجه وقفوا على الخدمه حتى في البنكات ولا التمويل اكسيسي باش تاخذ هذوك لي بيزوان دو نسميهم لي بيزوان دي ستيم ولا دو لوكس ولا اللي بغيتي حتى البنكه ولات كتعاونك. علاش؟ حيت الطبقه المتوسطه اللي غنرجعوا ليها شدات في رجليها شدات ملي كنهضروا على الاوفشور نهار بداو يبيعوا اسمح لينا درنا هاني هاني نهار بداو هادو كلشي كيقول لك واي لي سونتر دابيل يوم خدامين غدا سادين واي داز 15 عام وهادشي خدامين الانفيرومون حتى هو واحد الوقيته خصك تعرف بان راه غادي يدفعك غيخدم معاك كاين واحد التغيير. اما الا كنتي ساد على راسك وكتقول غنبيفوطي راه حيت حيت لا لا اخي ودار دار دار احسن حاجه كتعجبني انايا يا اخي نوت سي نو سيلز نو تشارج صافي ما جبتليكش ما تعطينيش. ولكن واحد الحاجه منين جبناها راه خدمنا معاهم شي 3 سنين راه كندوي على 2015 16 2019 فهمنا لو بيزوان ديال الكليون وهذا البيزوان الكليون مهم بزاف. انا غنبيع طوموبيل هو اش هو كيصوب راه امبورطاتور هو هو البراند كيجي كلشي كيتشارج من المانيا من فرنسا حتى الطوموبيل حتى الشكل ديالها التصاور جاي من اللي خص لي ادابتيهم. المشكل اللي كان عندنا كان ايتيك شنو هو الايتيك هو اللي ما خصنيش يكون عندنا في البيزنس حق راه ما كدارش عشان نقص لي لاجونس عند الكليون كيجي عندك ما تعطيني فلوس عطيني بون كوموند في 10 ميل درهم وترجع على لاجونس تخدم معاك وانت بلاتي علي طاقم اللي ضربوا في هذاك في هذاك في هذيك لاشي اللي حيدنا دي زاجونس ما كاين الخبز الكرياسيون ماشي كيديروا الباين حيت لي كاليفيكاسيون حيت لي كلشي ركز معايا مزيان حطيناهم لي ماك نحطوا لهم الريبريك ديالهم تما انسان كيعمر ومني كيجي كيجي من هذاك الريبريك النوف اللي صوبنا ديك حنا صوبنا النوف في موتور بوا ما فيش تكنيك كتعمر تما كتلقى راسك كتعمر ليد كتبيع ليد سالينا دونك سيركويتينا واحد واحد الايكو سيستيم ديجيتال اوتوموبيل تزعزع ديم ديو شي مناوشات في لي كونفيرونس ولكن عبدو ربي راه ولد الشعب شنو هو نعم كاين شي مشكل يخدم معاه كاين حتى شي مول نبيع لك التقدو قدو تبيع لا مارك انا خلصني بداو كيفهموا لي مارك الاولين توحى ما بغا غلطنا خطا رقم جوج غلطنا شنو درنا حنا مشينا فيما كيبان لنا شي اشهار كنمشيو عند مول الاشهار كنبغي نحيدو ديك الاشهار باغ اكزومبل كتبان لنا شي بانير فشي سيت كنقول ليه علاش باقي كدير لي بانير اجي حنا نعطوك لي ليد هو ديجا بادي ودير لاكتيفاسيون ديالو ديفيسيل ما تقدرش ويجي واحد السيد سميتو يوسف كيتفرج فينا جا قال لك لا لا باش كنخربقو حنا ديكتور كوميرسال بيزنس ديفلوبر قال لك لا لا خدمه نقيه عرفتي شناهي شكون اول واحد كيبيع الطوموبيلات في المغرب سي بون دونك لوجيكمون هو الاول كيدير سبيندينغ ماركتينغ دونك هو الاول عنده البي جي ماركتينغ لوجيك ا زائد واحد زيرو داسيا غونو من الاخر رقم واحد ديك الوقت دابا تقريبا كلشي كيخدم معاه مشينا عنده هلا هلا يس عندنا واحد انوفيشن شناهي هما سباقين شوف من الاحترامات ديك الوليدات كلهم صغار كلهم قارين سباقين كم كديروا 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 قال لك كم حنا بقاو ديروا هذا الشيء عطاكم واحد التيست حطوا عندنا داك الشيء وعطاكم مساي درنا التيست لقات بوم لعباسيه اكزاكت شافوا اشنو وقع لو ليدير كون وانس وانس لو ليدير كاين اونلاين كلشي تبعو كنمشيو شي غيني ويقول لك دارتها اونو حنا نديرها هو تحل صح ضاربين مع موتور بوين ما ضربات مع المارشي كامل تاع الادفرتايزين كلاسيك اللي واحد بانير في سي بي ام اللي كنبيعو اول واحد كيبيعو في سي بي ام كوسبير ليد مزيان مزيان معامل بريميوم يعني مع شركات الفاكتور لقينا مشكل دوف با فاكتوري صح ما عندوش لا فاكتور سي بي ان نو سي بي سي سي بي دانا هما تما بالباكيج كنقادو داك الشيء وكنعطيو ليهم داز هاد الشيء لا كاين مشكل لي كونفيرونس تبعونا تاع مولا كيديرو كوبي كود لوجيك نو برودكت عندنا حنا زعمنا ودرنا هاد البرودوي في المارشي ومزعمناش حيت حنا واعرين حيت حصلنا خصنا نجيبو الفلوس انا لاجونس لا اش نقصتينا عمرها ما نخدمو معاك تيشريف انا كندير طوموبيل علاش هذا لك انت شركه كدير بلوزيغ برودوي ولاجونس عندها بلوزيغ كليون نقصتي شي كليون فهاد البرودوي كاع لي برودوي مشاو عطاك مثال اجونس شاده مثلا شي بيسكوي وشاده التيليكوم وشاده الماء انت نقصتي عند مول ما مشيتي النيشان هذيك لاجونس تحبس عليك مول البيسكوي تحبس عليك التيليكوم دونك هذا باش تزيدو تعدو من النيشان عندنا لوطوموبيل كنقول ليه شريف لاجونس مرحبا انا غادي نمشي عند لوطوموبيل النيشان اش تحبسي عليا المرقه صافي ايفيكتيفمون خدمنا مزيان تبعونا الاخرين ولاو كيتصلوا بينا من تحت بغينا نخدموا معاكم هذيك البرودوي ديالكم حنا نكونوا ميد المال لقيتي هو حنا ولكن عطينا اقل منهم واش حنا نخدموا حنا اصلا نخدموا درنا لهم دي باكيج بدنا كنخدموا معاهم طلع شي فضافه واعتقد ثيرد انجكشن اعتقد الفلوس الثالثين اللي قربت ديك الساعه قربت 1 مليون الحمد لله الحمد لله دونك هنا دفاليزيت ولكن كاين واحد لافونتاج هنا مع الشباب مزيان يعرفوه يعني فيما كتزيد شي فضافه وكتزيد لي زوبجيكتيف الشركه كتطلع لا فالور ديالها
يعني ما تفرقعش لي صالير الشريف. انت اللي باغي دير شركه عندك مستثمر باغي دير 30000 ولا 40000 ولا 50000 ومستهلك وخا تستاهل خذها والكونسيلطون جيب صحابك وكذا لا هذا تعطيه 20000 30000 كي عندك ساعتين كيدير على راسو والاول اي اكزاكتوم مع راسو كان كيفاش يدير السيد راسو تيدير 40000 درهم يدير لك 40000 درهم شو لا كان عزيز قدو الله يسخر ما قعدتش ويزيد يفرقعش كيقول لكم كيحس براسو بحال باع الشركه لا 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 فلوسك في الشيرز فلوسك في الاكسيون اللي باقي في الشركه الاكسيون كنساوي النهار النهار درتي لوفي دو فونسوي 1000 درهم راه خصك ابخي ليكزيت مورا 50 تسوي يساوي 40000 درهم هذيك الاكسيون لكسي غادي تسيري دابا 20% بوغ 1 مليون 30% خصك من بعد بوغ 1 مليون تيدير غير 2% هذا هو لوبجيكتيف لان فلوسك في لي بار وتبقى ديما حاسه ديالك وتبغي تكبرها واخا كنت تديروا ستارت اب بالفلوس بيان سور ليكزيت هذا عبد ربي انا لعبت على ليكزيت دابا ما معنا في المارشي لاعبين على ليكزيت وكتكبر الشركه امتى امتى اكزيتيتي تولت الفالويشن ديال الشركه شحال 5 مليون فاي 5 جيل من وخليو الناس يحسبوا صافي حنا نقطعوا قلبوا مراكين قول لي اخي خديتي الكاش اشنو بجيتي درتي اخويا لا جيكسيو شنو وقع ليا وقع ليا نصائح تاعك اخويا سيمو والله اول مره غنسرح لوبيراسيونيل لانفليشن جايه كذا الفو غيان في سيغ طنطط لحت الريال استيت هاك 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 خلص ضرائب تاعي طبيعي الحال المهم لا بلو فوار كتخلص على الضرائب بحال بعتي شي حاجه شات شي بركه قد زكا انا ماشي تاع الكلوس خصني الفلوس اللي كانت اش خصني غير انفيستي خصني ندير انا شركه اشنو لقيت لقيت راسي ما نقدرش ندير ستارت اب فروم سكراتش الجهد اللي كان خصني ساعه نعام نرتاح وعا باش ندير وما تكونش في ستريس بزاف في ستريسيت قلت بالعكس نجي انفيستي في شركه ناشئه ونعطيهم حتى لو سافوار فير ديالي ما نكونش باسيفي لا لا نعجبك رضا يلا باغي نديرها وجاو شي وحده هادو شي عليهم حتى هما عندهم نفس لي زيكزيت حتى هما داروا شي فريزات من شي بركه وعندهم بروحه مغاربه مغاربه ولا يوتيوب هادشي خيط يفر قال لك غادي نديرو حنا تايقين فيك عبد الرزاق درتي داك الشيء كذا كيما دير على قد الحال خلاها السيمو شنو هو الجزريه الناس اللي برا كيديروا ماين فيجرز ودالر خدينا داك الكاش اللي بقى في 2020 تقريبا 2019 نهار الاكزيت حيت خدا الوقت على قبل الفول اكزيت رياليتي قبل لي باباراسي توسا جابوا ماشي بركه ولينا كندخلوا في شركه ناشئه اللي في الميديا والديجيتال كون ميتريس الميديا والديجيتال اكسبيريونس ديالك شنو سميتو ميديا ديجيتال انفيس ام دي اي ام دي اي كندخلوا اونتر كناخذوا في ايكويتي اونتر 2.5 حتى 15% حتى 10% على حساب هو اشنو خاصو وما كندخلوش في اي دي ستيج واحد يحلم عندي انا مهم سمو جاو عندي وبيتشا وكانت خاص مع عباد الله باقي خدام ما كنتش يخرج من الخدمه باقي خدام ماريز كما بعد دب دير مو ما خدا ارتع يحلم غير حلم حقا مو فخير جيتي اون اوروب اي ووز ان تايم سكوير بنت لي غندير غتخدم اوكي سير بروف اوف كونسيبت فاليدي واجي عندي انا خاصني تيبغي الكاش عادي باش يريسكي فلوس الناس لا بغيت غندير عاجبك نقول شوف اش تريف الايديز راه اي واحد عنده الايديز راسك مي جوج كاروات ماربورو وغتخرج لك الحوايج شويه الضو ناري وطلع الادرينالين غير يبان لك الزايديه يوبر ديال المارشي سي با تاع الوالدين جي ابي ايدي وسير واش شي ثلاثه غف قهوه وما شتستي تاع تاع البريزنتيشن والو بقى كيف كيجي عندك لا درو قلا غلط راه حنا ماشي انا خيت انا تنعاني من هاد القيطه هادي ديما خويا السيمو بغيتك انفيستي معايا فاش بغيت ندير بحال ترانسفير وايز عرفوا كيفاش خدام لا شفت الفكره وعجبتني ما عمرت حليتي كونط عندهم لا فتي درتي شي ترانسفير عندهم لا عرفتي كيفاش خدام السيستم انتر بانك لا ولاش بان لي اخويا داكشي زوين دير فلوس انا الاول والله ما فهمت كيفاش هاي البورد اللي معايا ليكيب راه كاين معايا بدا يضحكوا عرفتي شي وحدين وكنقول لهم ليدي تاع اخر القهوه قول لي وهذا كتقول انت الاول ها ما طلعش ليا الو ميرسي اون سو تروفرا افري ان شاء الله مثلا نفكر الله يعاونك وما فقع لي تقلاب قال لي ندور 7 بليون بيرسون فوق هذه الارض هذه دابا شي واحد غيكون بدا كاع ودار كاين ستام جود اكسبيرينس اخاي باش ما نعموش كاين لا كاين كما عندي شي حنا معنا دابا كان جاي عندي واحد الشاب هو الزايد قال لي اخاي سيمو حتى هو كان كيحلم قلت ليه الشريف انا ما دخلتش في الحلمه الحلمه خاصها تدوز للواقع سير كلوزي مع 30 كليان برافو بي دي سي بون دو كوموند جيب كلوزي 30 كليان وجي سقسي فيه فيكتيفمون صافا اخي ديك الساعه كونفيرمالي انه مشى ال في بي رودا الماركتينغ والسيلز عشان يجيب بون دو كوموند عندك اللي واخا فيه درهم ما تقدرش تجيب بون دو كوموند الا الشركه وقفات واخا صغيره وكذا بدات تقدر تنتج
هذاك الساعه اجي وديك الساعه ما نضيعوكش. يعني عندي اصدقاء ديالي شنو واش صرت لك دير باش تدخل تانفيستي اير ليستيج يكون بي دي سي مينيموم يكون انفيستي كندخلو اونت 10000 دولار حتى 20000 دولار كناخذو اونت 2.5 حتى 10%. هذا ولا وتلاقينا مع شي ناس ما شاء الله عندهم بروجيات كبار قلنا لهم ما ندوش لكم ديالكم باش راه ما انفيستيوش فيه انا دخلنا معاكم غادي ندير لكم ديالكم الفو فريمون تمشيو منهم شي شباب معنا هنا ما شاء الله عندهم داك الشيء زوين دونك ما نقدروش ديري ديالو توسامبلوم بغيت كنديرو معهم لا كومبانيون كتقولي شوف اش تريف عندك لا بوا تاعك ساوي مينيموم واحد جو سي با 4 مليون درهم درنا غابيدمون البي بي لا فالو ديالها حنا نعطيك واحد 10000 دولار غناخذو فيها 20% علاش اجي حنا نعاونوك نجيبو لك الانفيستيسور وكناخذو ديك الساعه ساكسس فيز كما قلت انت يعني نو سيز نو شارج حتى كنلوفيو ليه وكيشد الفلوس وكي ديبلوكي دي كيسينا حنايا فهاد لو كاد شحال خاي كتشارجيو مثلا شي واحد عاونتو ريزا 1 مليون درهم أمي 10% ولا كان ما عنده والو يلا عنده لابليكاسيون مثلا يلا عنده سيلز وعنده لابليكاسيون ولا عنده هذاك سميتو ولكن ما عندوش لا بيزنس بلان ما عندوش ما عارف والو حنا غنديرو دو ديليجنس مهمه شنو هي دو ديليجنس ان انا فيسيت عمرك ما دوز عليه الدكاك اون فوا ليطاب ما قلتهاش في مونتور بوا ما عذبوني شي 6 شهور تاع ديليجنس من حقهم الناس بعدو يعطوك الفلوس دو ديليجنس هو انت كاع تعطيهم في البريزونطاسيون في البي بي في هذاك يقول لك ارا نشوف تبتو لي تكنيك حيت تقريبا شي شهر علاش هاد اللونغاج علاش هاد البروغرامات علاش باز دوني فينا هو السيرفر سيكيورتي باتش حيدنا كلشي فاليدينا الفاينانس ما شاء الله كان خليل فاليدا بقينا في الماركت انت كتقول لي غتبيع قدا وقدا كيفاش بنادم نجيبهم شكون اللي غادي يشريو فين ساكنين فين كذا باش كتفاليدي معاك داك دو ديليجنس عاد باش كيقول لك صافي نبداو لي طاب دوزو معاك المداخل فيريفي المداخل هادشي اللي عندك الباسيف حيت انت موعدهم في غيجي باسيف راه كنبيعوا البانير المنبع ايتو بنش مارك جات كونكورونسيال هذا لا كونكور ما دخلوش معاك نشوفوا لا شركه جديده شركه هذه كانت كلين توز كلين يعني تهناو من الباسيف اصلا الموتور كان جديد ما كان عنده هذاك الشيء كان قليل اخي الله يلا شوف ستوري ناضيه انا اخي انا واحد دابا مبغي الصوت شنو عجبني شنو عجبني في عبد الرزاق ورضا البارح وانا مرتاح خليه يدوي واسمع الاخرين كندويو فهمتي الاخرين كندويو دابا كنكون في ليزيفنت هاد السنين هادي وفين ما كيكونوا صحابي عندهم شي لونسمون شي لونش تاع شي بروجي كيكون كونفرنس وكيدوز سبيكر الاول الثاني انا كيحصلك بدا يقلبوا عليا والله قيلا لا غروند غول هادي الله يديك لا لا ماشي لا غروند غول والله يا اخي لا بالعكس صاحبي شي حاجه زوينه والله الا شوف البارح قلتها في الحلقه رضا قلت الله جاي رضا صاحبي غادي نقلي جينا البارح قلت له ثاني تاع الفيديو جاي في الطوموبيل كنسمع وانا نقول لك عجبني ملي كتجي كتهضر على شي حوايج عشتيهم ماشي نظري ماشي سمعتيه ما طليشيش على الفيديو ديال كيف اصبح غنيا في 3 ايام ودون بدون راس مال عشتي درتي عشتي ديزيفيرمون ستريسيتي جلستي واحد الوقيته دخلتي للدار وبقيتي الطوطافي والمدام ناعسه والولاد ناعسين وانت كتقول ناري مصايبك بلا صوا ما عارفين شنو باغش تقول لهم ما تقدرش تقول لهم قدرتش تقول شوف عشتي داكشي عشتي كامل كيوصل للناس والناس كتعطيهم دروس ولكن اللي بغى يعرف راسو واش كابابل يديرها اجوردي نقولوا هاد الناس كاملين اللي جالسين هنا غدا صبحنا ازيرو غدا كلنا خصنا نبداو ازيرو غنعاودو ستارت بوينت غير هزوك يحطوك نتايا في الله خينا والله الا نايمو كاش مع الخيس ثاني والله الا نايمو كاش مع الخيس ثاني بعض المرات اخي سطو باش كنقول تنقول وحق ربي الا رجع من الزيرو احسن ليا من هادشي اللي انا فيه صورة هزوك يحطوك في انفيرونمون اخر تعاود تبني شي لحظه دابا انا اي انسان عادي في هاد لوديونس ديال 8000 انسان اللي كتصنت اش كنجي كنقول مع راسي انا الا داوني لواحد البلاصه وعندي زيرو ديرها واش غادي نقدر نعيش ولا غنموت الا لقيت راسي ما عندي حتى شي حاجه مكابيتاليزي عليها الصح ما عندي حتى حاجه من بيعها ما عندي حتى فكره نصنعها دينجر اخي لا يلا بدا تجد ديفلوبر هذا هو الهدف من هادشي قلب اناليز ما يحقرش بحال دابا دابا انت انا مثلا ملي عاودت لي على يوكان انا بورش داك النهار تو ستريس جوج لعيبات انا ما نقاتش انا بعدا كان ما نقاتش على فيغيتي هادشي بزاف الناس كيبان لهم ها يوكان اونلاين سيت كيبان لهم فيه بعض على لي باجات عندهم كاع مي نو
هذا غير راه واحد واحد جيش على البصر واحد ها بوغ لو جيريست تي سيرفور لا لا كلاود بات الفلوس خلص امازون دير كلاود دير كلاود الشقيقه الشقيقه وحنا في موتور جوج لعيبات البي ام الاشهار بالبي ام الاشهار بالدارجه ها هذه تي تو درناها ملي كنا كنديروا لي ليدز حيت اون فوا السيستيم اللي كتبيع ليه السميه والكنيه ونمره التليفون ما كيبقاش تسوق لكم اللي غدير كيديرها كيفاليديها معاه كنا كنديروا فرانكوفونيا كنقولوا تحت التفكير الغبي حقا غرون لوكس وياخذوا واحد بلاصه اس بي بلس اللي كان في الخدمه في البنكا كذا كذا مينو كيخدموا ضرب عمر لاباس عليه عنده الكاش كياخذ فلاح كياخذ كذا والناس هذو كيتيقوا في الدارجه شنو درنا درنا الاي بي تيستينغ واصي جات السيده اللي كدير الاد ماناجر قالت لي عبد الرزاق شنو فافير غندير واحد 10% تشوفوا الناس فيها الدارجه ويطلع سي تي ار كنا كنلعبوا مع 01 جو با دي بي تي 020 انا 045 دوبل الكليك في لي بانير والناس كيعمروا وكاين 0661 و0663 او ما كاينش اروباس جي ما كاين اروباس مشاريكتو بوان ام ا حنا كنشوفو اللي كنعرفو شيري كان صيفطو كدري كتكب تخي كاليفي كنلوصي واحد الحاجه اللي قلنا مهمه نسيتها بزاف مزيان انا باش هاد المغاربه اللي كتفرجوا فيها حتى اللي خدامين تيقوا فراسهم الله يرحم لكم الوالدين صوتو لي ديفلوبور حنا لقينا واحد المشكل المشكل اللي لقينا انا دوك لي ليدز قلنا لك اليوم ما تلقاش تعطو هنا باغ ايميل لوجيك 3000 واحد بغا يشطمهم 16 في ايميل اكسل بغاو بلاتفورم يدخلوا ليها وشوفوا لي ليت ودير السويفي ديالهم كانت لي سوليسيون غاليين سيلز فورس وداك الشيء غالي ايماجين عندو جوج الشباب واحد سميتو احمد وبن طالب محمد خداو لو غولي داك الرزاقون بالو كريال لو سيستم فاش كتبغي دير سيلز فورس صوبو ابليكاسيون صح دابا سميتها باسورد بلاتفورم افيتو كتخدم بها اوجوردي كتخدم بها افيتو ليغيتاج ديال موتور بوينت سميتها ليدز فورس خطيره فروم سكراش ما كاينش الموديل ما كاينش الكومبوزون تاع شي بلاتفورم صوبا فروم سكراش ملتي لون ما كتبوغيش كتكونيكت مع مايكروسوفت داينامكس كيدخل سيركي كاليفي كيدخل لك اليوم فين راه كيدخل روسيلر كيدخل الناس عابط ودير موتور صوبات في عامين الله دراري جوج سالينا باور ديال هاد البلاد هو الكابيتال هيومن تاعو فراسو اكثر من ماشي علاش نقولوا والله برافو عليك ما نتيخش فراسو قلت كاش غادي ندير وهادو القرايه تاعهم قرايه عاديه راه سون با دي جون لي دوزو في بعض الماستر في يلا مؤخرا خذوا الماستر تبارك الله عليهم ومبدا ماشي في الديفلوبمون خدا في الباز دوني واحد في الانجينيري شي حاجه اخرى ديفلوبمون المايند سيت عندهم الغوريثميك نخدموا غندير انا بيزوان دو سون في خاصه فخصه واحد الجمله زوينه كيقول لك انا با بيزوان دان كانو بور توي نموش نبغى يصوبوا لي سبورس صوبوا لها شي اللي خاصنا وخاص لي كليون ديالنا يتوب يتوب سي سبورس راه ما بغاش جيري بزاف غالي واش كاستمر يتخلص عليه حتى غتاخذ 1% دوك لي كا هو اللي ما كيكراشيش ايماجين ديغنيامون سيفطوا لي الريبورت كراش مابقاتش بيطا دابا شي 3 شهور امرو كراش مازال اللهم بارك موقفش قول لي يا اخي شي حوايج لا لا ما شاء الله باش نسالوا الدراري الحلقه راه ضربنا ساعتين وقسم عجيب لا الحديث معكم شيق الله الله باش انتم الموزيكا كاليف وكله في المجال ديالو بغيت نطلق الدراري كومونتير لا لا شو 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 باغي اخر سؤال اخر سؤال شنو تنصح شنو تنصح اي واحد اخي من خلال التجربه ديالك شي حوايج اللي تقول لي هادو ديهم معك في الانتربرونيا باش تكون انتربرونور ناجح خصو يكون سيريس سيريو بزاف يكون هو سيريو يكون اونغاجي يحيد الضحك والتفاليه سورتو مع لي كليون ومع الناس اللي خدامين توسكي اميزين وداك الشيء يخليه ينشط يدير واحد الانفيرونمون فاني زوين بحال جوجل بلاكس بحالكم نتوما ما شاء الله ناشطين ولكن بقى سيريو خدمه خدمه نجيو للخدمه نغيزو شغلنا ولا كاليتي كواليتي فيرست ما نبقاش العواري بعوادي راه ما كتصوبش تسل شي واحد راه لك وغتغوفيتي عليك وانت ما تخدمش مزيان راه غنتو كلشي الرابط غتمشي ثاني حاجه ولا كان اونتربرونور بوحدو باش ما يدوش ليه ستريس ويقدر يدير كونفونداتور احسن باش يعاونو باش يبالونسي معاه واذا كون فونداتور فشي حاجه اخرى ما كيديرهاش هو وما غيلقاهاش ما يلقاهاش جو سي با كان الدومين تاعو لوجيستيك مثلا ولا شي حاجه يجيب شي واحد قبيح في هذاك المجال ولا كاع عنده شي بروفي فيه ولا شي حاجه احسن حيت لا كونسولو اونتربرونور وبغى يلوفي غيستريسي بزاف وغيعيا بزاف وي وي ما حيلتو الخدمه ما حيلتو ويكون فيجيلون مزيان ما يخون ما يتيق يجي في النص تيقى بزاف كدير مشاكل تخوين بزاف كدير المشاكل قولي على سيدك على النص شوف انا زعما النصيحه اللي تنقولها لي زونتربرونور اللي بغاو يديروا اللي بغاو يدخلوا فيه اضافه لهذا الشيء الضبط ضبط امورك السطحيه السطحيه في الجيستيون ديال الناس السطحيه في لا جيستيون ديال الريلاسيونيل ديال النيتورك ديالك والناس اللي كتعرف السطحيه في ضبط الحساب ديالك
اش واش عارف اش كتبيع اش كدير كيفاش كتربح الفلوس هاد لا فورمولا راه قليل اللي كيعرفها السطحيه خير باش شنو كتقصد بها السطحيه هو عند الفكره العامه انا كندير هاد لافير ولكن الديتاي ديالها اش كيدور عندي في الشركه اش كيديروا الناس ما داخلش معاه وانا في اش واقع عندي كاين اللي كيدوز 3 شهور 4 شهور 5 شهور تيقول صافي راه تهنيت عليها كيدير ستري ويمشي يقول لك انا كندير ريلاسيون بوبليك تمشي نتجمع مع الناس والبواطه البواطه راجعه عندك راه ما عرفتش الطريق ديالك طاب باش انت استخطاص ماشي كوربوريت ماشي كلاسيك بزنس كلاسيك فاش كنقول ضبط ضبط هي سلم على واحد 12 ساعه عندك في النهار حتى الاربعه انا الزوجه ديالي الله يخليها لي انا الاول صرحت لها المهم هادي مع الزوجه انا بغينا نتزوجوا قلت لها قلت لها شوف عندي واحد البيبي عندي واحد الولد تحيه لكاع الزوجات ديال لي زونتربرونور اللي تفهمني راه حفظها لي تفهمات قلت عندي قلت لها شوفي انا عندي واحد الشركه سميتها ويبو بحال شي دري هي اللي غناكلوا منها غادي تدقدقنا ولا كلي كبرات غتهلا فينا صافي الحمد لله غتعطيها تهلا بها ساعه قبل ما تكون موطور كاز ويبو راه هي راه هي موطور هي الله تبارك الله عليكم ومشات معايا الحمد لله الله يلاحي كرايك مرحبا عليكم انتم مازيكم جايز غادي نطلقوا التعليقات خمسة دقائق على حقيقة طولنا ومن بعدها الشباب نودعوكم حتى الغدا ان شاء الله شوف اخي بترسا الله يلاحينا اخي الله يجازيك انا شرف لينا سي شرف لينا انا راه غير ثاني مسكي راه شي عام كيولي يجي عندي هنا البيرو دابا مرافق بوسيبل الله يهزك الحمد لله الله يلاه قدام لي جيتي معاك جيتي وجيتي معاك ايفاد ماشي جيت تلاقيت لا غيسان غيسان لا لا شوف كان خايس غسان قال لكم ترونا قالك ترونا غسان حبيبي غسان اطيب خلق الله هو والجلال وشدنا الساعه عاشرتهم تيستيتهم في حلقه مفرغه ما شاء الله شي حلقه وحده غسان خدم معانا في اليوم 24 عجيب واش شي حنا واحد الكريم السيرك لا انت كيعرفش صافي بليزير والله الا بالعكس انا تنقول دابا عندك السيليكون فالي باش طالع هما دوك خوت الباي بال فرتكو الباي بال واش دار ديك السيمو واش معجب به ما شاء الله واحد قال لك هادشي تاع الديجيتال اللهم بارك اللهم بارك ها والناس كتسيد لايف الثاني باش يتعشاو حنا الله يجازيكم الخير مرحبا حنا خاي دقيقه وي السيمو قال لك شي حاجه في الباك واه مش بحالو بحال هذيك 10 10 حتى ل 10 الناس كنمشيو كاع 10 راه دعفنا فيتنا بواحد 4 النقاط راه علينا بالغلام خلص خلص على الطاكس الناس كنمشيو للاسف النظام كان الدراسه كان كيجيني بورينغ انت عندك لانفورماتيك والديفلوبمون واحد كيقريك لا ما كنقولوش الناس يمشيو ويقراو ويديروا ولكن طلعتي الباريرا اشنو قلت الله لا لا بهم اسيدي الله يبارك فيك السلسله الرمضانيه خير ربي الا شوف قلت لهم شوف تعرفنا باللايفات الماضيين وما كاينين اللايفات الماضيين باقي شي اصدقاء جايين اوف زيكسبيريونس بزاف قال لك العشاء برد الشباب جايز تهلاو لنا في راسكم الشباب بالتوفيق لكم حتى الغدا ان شاء الله غدا ان شاء الله يكون ان شاء الله باذن الله واحد الطيف ناضي باقي كان كلوزي والدراري باقي ما سميتو مع لك طاريه راه عرفتي ديك اللعبه ديال جنب الحيط اخي تاع الاربع تاع الباع واعر اه الاربع الاربع اخي التوفيق مول النخله ان شاء الله شوف اخي والله الا فراسك اش كنسميه فراسك اش كنسميه عش معاك ايش قول شنو هي السميه اللي كنسميه فايتر لا تنسميه ذا نمبر وان اونتربرونور تيقول لي لا اخي سمو تنقول له حق الرب ما جات على الفلوس جات على انك تحارب وتجي فيك الضربه وتعاود تنوض تجي فيك الضربه تعاود تنوض تجي فيك وتقت في الدوله السي دي جي ونزيدوا ما شاء الله عليه اللي تي فالوريزي لا بوتا 30 مليون درهم 3 مليون دولار في الديبار دونك ما شاء الله ولا ان ويب مليونير اسيت مليون درهم ماشي كاش ولكن اسيت لا بليبار ان شاء الله ان شاء الله يكاشاو تيتو ان شاء الله اللي اكزيتو يكاشاو ويديرهم الكاش الله يوفق اي واحد اخي سيد وحق ربي اللي تنسميه النمبر لا فايتر انا حبيبي انا كنت انت وياه كنت موتي الله يعزك الله يعزك الفيديو تاعك ونريح مع توفيق كومو انستغرام ولا انستادي شوف كاين في ستوريات الدراري راه فاكيت ولينكد ان انا كنكتيف في لينكد ان بزاف وهذه نصيحه للناس اللي تخدم رزاق يوسفي رزاق يوسفي لينكد ان سي تري امبورطون لينكد ان في لي توب ماناجر في لي ديسيدور في لي سي او في هذاك لي باترون تاع الفي سي يعطيك الفرصه تلقاه تم تريد شي غبي دمو من تما حتى ولا كان شي حاجه كي قد معك المسائل جايز طلعوا لنا فراسكم تبارك الله عليكم
وما كاين اللايفات الماضيه ان شاء الله والله خيلا انا كنت انسباير كاس كان سطور عليك كيفاش غيساني كان عاود ليا ولكن انا عزيز عليا نسمع القصه من لاصوص واحد هادو من الناس الغابرين كبير دابا فلاص سميتو العالمي طار العالمي لا ماشي طار العالمي لا طار العالمي صديق ديالنا لا العالمي هذا قول ملياردير عايش في الخميسات عايش فوق الجبل تصور مؤخرا واحد شي شهرين هادي مشيت عنده ديالك تقصدتو السيد مريحي بوحدو السلام صافا بخير قلت له راه محال تكون عقلتي عليا السيد بحال ما بقاش يعقل بزاف وقلت له شوف جاي على حاجه وحده عاود لي قصه حياتك طب احسن حاجه خير سيموتي قال لي علاش ما يكونوش عاودوها لك الناس قلت له عاودوها لي ولكن انا باغي نسمعها من لا سورس والله يا خي انا بقاتي عاود لي شي ثلاثه السوايع ما شاء الله هذا كنز هذاك هما دوك الناس راه بداو من واحد البيت ما كانت انترنت ما كان والو ما كان حتى شي حاجه كيعاود ليا بالابتدائي ولا تيشطوب الدران ومن تما بدات القصه طونتربرونيا ودابا راه شي حاجه هما القصص الحقيقيه واخا اي هوب نونو نقنعوا تشاد ان شاء الله اخي سالي راه مخلينو تيكلوزي لنا واحد الدين الله مبارك انا معاكم قلبا وقالبا ما كاينش مشكل والله الا اخي سالي سؤال شنو كيقول لك شنو واش كنتي من الناس اللي كيقراو البوكس بوكس لي دروك بوكس كان ملي كانوا كان البوكس هما اللي كانوا ديك الساعه ما كانش اليوتيوب بزاف وكذا شنو السميه ديال البوكس قال لك علاش ما عقلتش لا تكنيكال لايك في بي 6 اتش تي ام ال كذا الفاسي اما واحد اللي اثر فيا كتاب نيت ما كانش كتبه بزاف لا فيغيتي ودو بلاك مانجر والكتاب تاع حمزه ابو الفتح فروم كونسير فايتر تو غنجيبو اخي انا غنصيفط لكم كاملين غنصيفط لكم اديسيون حيت عجبني بزاف وشفت منه اخي ويجيب معاك الكتاب اولا جا لك هذا شوف والله ب 20000 هذا الكتاب حسن شيبسن من كوت ديفوار قال لك انا اللي تعلمت في الدرس ديالك هو ان هذيك اللعبه ديال النص نص ما تخون ما تيح النص كونتراكت كونتراكت ولا ما بقاش يسيني كونترا راه يعني صاحبي والله الا هذه مزيانه ما زعما ما تيحش في الناس بزاف عرفتيني ما تخونش قال لي جعدو لا انا شاك فيها نعاود واحد ليستوار غابيدمون خلعتني خلاتني مابقاش كنتيق انا واحد الكليون تاعي ام تويبو كي عنده البروموسيون ايموبيليير كيبني الديور د الفيلات والديور كيبيعهم خدامه عنده وحده هاد ليستوار مهمه كيعطي شي 2500 درهم حيت هي تدير في لاكوي وكتجي واحد المنطقه بعيده على كازا قال لك واحد النهار حسبت ليها لقيتها كتصرف اكثر من الشيء اللي كنعطيها قلت واقيلا هذا مع راسو كتجي واحد البلاصه جوج طاكسيات وكتجي بكري مع 8 ونص كتحل ومحترمه وداك الشيء قال لك واحد النهار كنقول حسب ليها لقى بان كتصرف قال واقيلا هذه هربانه ماشي مشاكل شي حاجه الله يعاونها ظريفه واحد ما كتغيبش مره ما غيبات لخداش واحد النهار مرضه خايبه غبرت هو داك السيد بنشكرو لك انك كيسمعنا الله يعاون متواضع يعني ما شاء الله ولكن متواضع كيحل باب اي واحد كيجي لكورسي وحل واحد قال لي مرحبا تفضل واش هذه شركه فلانيه تفضل ريح قال لي قال لي بغيت فلان قال لي تعال انا ماشي مشكل شي بغيت ديرلك ندير لك قال لي واحد اتيساسيون دو طرافاي الله يعطيك الخير قال لي نعم قال لي بغيت نشوف لك فهم كيقلب درتو كيقرا هو باترون لو غو باترون كيقلب قال لي لا ما كايناش ولكن علاش كيفاش عاود لي نصوب لك ثاني شي وحده ما كيفاش حيت عارف ما خدامش عنده قال لي كيفاش قال لي راه الناس اذا كتعاون معنا في السيكتور ديالنا في الدوار ديالنا وكذا وكدير اتيستاسيون هكا كي شحال كتعطيها قال لي 500 درهم 400 درهم سنين هي كتبيع لي اتيستاسيون بالكاش وعنده الزهر لا بلو باك ياخذ من قبل الفيزا وداك الشيء عمر شي واحد ما خداها يقول لي اجيك تخدم عجيب شوف هذا الموديل هذا علاش عطاها الكاش ما نخونهاش وما نتاكش عطاها الكاش يجي في النص هذاك الشيء الكبير نخلي عندي هذا الموديل واخا حتى في الايكوميرس صراحه غير ثاني عاود باش نسالي ورا شتينا الناس اصاحبي لا باش ما نشدوش الناس بزاف تيجيو عندنا اللي كتقول لك اخويا انتم الطاطا كتعطيوها الناس كذا واحد النهار مشينا للسيكاس الكاد ديال صوفيا رحمه الله الورد في الانديسيكاس وقلنا لها اجي نديرو معاك الانديسيكاس بقينا تنحفروا لقينا هاد السيده شنو دايره كانت في البدايه ديالها عطات اللوغي رو مود باس ديال ستور ديالها واحد الشخص كان تيدير لها ليفريزون دابزو هي بالنسبه لها راه حيدات له لاكسي هو بقى عنده لاكسي ولاو لي كوموند كيجيو كيمشي هو اللي ياخذ لي صايب لو ميم برودوي بحالها ولاو كيجيو لي عندنا والتيام في الاول هذه ما تخول على خول هذا قلت لنا نتوما ديما نقول لها لا نقولك لا شوف قلنا لها شوف السيمون والله الا باقي عندي الاوديو ديالك قال لها شوف انا مشيتي الداتا ديالك تيبيع شي واحد من يوكان انا 1 مليون درهم تنسيناها قلت لها شوفي الا تبتي لي ان الداتا ديالك تهزات من يوكان لحقاش انا عارف شكون هما اللي
انا نعطيك شيك في 1 مليون درهم قلت لها شوفي غير ارتاحي هذه فات دوزات معنا انترفيو ابري ولات دابا الصداقه مزيانه بعضنا قلت لينا قلت لها انت خذي وقتك علاش حنا نمشيو معك في الانفستيغيشن كامله حتى نجبدوا شكون هاد الناس اللي قالوا لك وصلتهم السلعه جبتي لنا النمره ديال ليفرو اللي اتصل بهم وبدينا طق 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 تجينا خونا تجينا خونا شكون هو هو اللي كان شريكه صامنا لي شباب الله يعاون هادشي راه